أهلا وسهلا حضورنا الكرام، ورمضان كريم عليكم، وشكرا لتلبيتكم دعوتنا اليوم حضور جلسة افتتاح Women in Energy، اللجنة الفرعية التابعة لـ SBE بصرة سكشن. وياكم رسل حسن، SBE بصرة سكشن بروجرام تشير بيرسون. وأحب أذكر لكم أنه عنوان جلستنا لهذا اليوم هو Women Empowerment in Oil and Gas Industry، تمكين المرأة بالصناعة النفطية. وكذلك أحب بداية أشكر كادر SBE بصرة سكشن لأنهم فتحوا لنا اليوم هاي الفرصة أنه نكون على هاي البلاتفورم المميزة، منصتهم المميزة. وكذلك شكرا لرئيس السكشن دكتور واثق انه هو اختارنا اليوم حتى نكون موجودين، وانه نقيم هاي الجلسة ان شاء الله تكون مثمرة. وكذلك احب يعني انوه بالشكر الى السبيكر اليوم المتواجدين ويانا. انا اعرف انه هم عندهم ضغط عمل ومشغولين، لكن هم اليوم كانوا ويانا، فأحب أرحب أول شيء بست أروى، وكذلك ماريانا، special thanks for Mariana. And also يعني أحب أشكر باقي السبيكر، ست دنيا، ست نازنين، وست هدى. As we have international guests today, I would like to welcome all of you guys in our opening ceremony for Women in Energy Subcommittee from SBE Basra Section. And also I would like to thank Dr. Wata, the head of SBE Basra Section, and all the SBE team. And also I would like to send special thanks for our speaker, Ms. Arwa from ADNOC UAE. It's a fluid expert. And also Mariana is a geophysical engineer. Also Ms. Huda from BOC company, and also Ms. Dunya, oil and gas expert. Finally, I would like to say thank you for Ms. Nazanin from North Oil Company. So Dr. Watak, if you hear me, the microphone with you, please. Assalamu alaikum. عليكم السلام. صوتي واضح مو؟ واضح دكتور. اوكي ثانك يو. بالبدايه نحب نرحب بالحضور الكرام ونشكر بالاخص السبيكرز الفايف اور سكس سبيكرز في جلسه اليوم Women Empowerment in Oil and Gas Energy. بالبدايه طبعا انا احب انه اتحدث عن اتجاهين في خصوص هذا الحدث اليوم. الاتجاه الأول المتعلق بموضوع الومن إن إنرجي وبداية الفكرة اللي تأصلت عندنا سابقاً واللي أثمرت اليوم في هذا الحدث وفي الأحداث القادمة، السيشنات القادمة اللي راح نأمل أن تكون مستمرة. طبعاً الموضوع الومن إن إنرجي هو تم العمل به أو تم استحداثه بواسطة جمعية مهندسي النفط العالمية Society of Petroleum Engineers in 2016، لكن وتم العمل به من عدة سكشن worldwide، يعني سواء السكشنز اللي موجودة في منطقتنا في الميدل إيست أو السكشن الموجودة في باقي المناطق في خصوصاً في يوروب and South East Asia. أول ما تم العمل به في العراق من قبل أحد التشابترز التابعة إلى SBE أربيل سكشن in Kurdistan area. حقيقة إحنا ابتدأنا هذا الحدث عندما لاحظنا هناك جهود من عدد من المهندسات الناجحات بصراحة والمتميزات في نشاطهم في أحد البرامج التي تبناها SBE بصرة سكشن سابقا، وهو برنامج هدف اللي كان الهدف من عده انه تهيئه الخريجين لسوق العمل وتهيئتهم للحصول على فرص عمل سواء كان في الشركات الوطنيه، في شركات النفط الوطنيه او العالميه. ففي ذلك البرنامج، برنامج هدف اللي استمر لاربعه شهور واللي تم تدريب فيه ما يقارب 40 مهندس او جيولوجيست من الخريجين، كان هناك مجموعة أو ثلاثة أو أربعة من المهندسات المتميزات، طبعا في مقدمتهم ست رسل حسن اللي كانت متميزة بحق
في إدارة ذلك البرنامج وفي توجيه الكثير من المهندسين أو الخريجين المشاركين نحو الهدف اللي ابتدأ برنامج هدف من أجله. ولذلك احنا عرضنا موضوع فكرة تبني موضوع لجنة الومن انرجي في البصرة سكشن في SBE بصرة سكشن، وكانوا مرحبين بهذا الموضوع وتبنوا الموضوع بشكل كبير جدا وبجهود مضنية خلال 3 أشهر السابقة. أثمرت هذه اللجنة المصغرة طبعا، واللي نطمح من هذه اللجنة أن تتوسع بمشاركة المهتمين من الحضور اليوم أو من كل من يوصل صوتنا لهم في هذه الجلسة. نتمنى أن تتوسع هذه النشاطات. تبنينا لموضوع الومن إنيرجي جاء من إيماننا العميق والمطلق بإمكانيات المرأة اللامحدودة، ليس في صناعة النفط والغاز وإنما في كل المجالات، في كل مجالات الحياة. والأمثلة على هذه كثيرة، يعني الأمثلة اللي أنا عاشرتها شخصياً أو لاحظتها خصوصاً في الجامعات العالمية، الجامعات الأمريكية أثناء دراستي هناك وأثناء عملي كباحث وتدريسي في جامعة ولاية لويزيانا، كذلك الفترة اللي قضيتها في شركة نفط الجنوب سابقاً ونفط البصرة، هناك يعني مجموعة متميزة من المهندسات أو التكنيشنز اللي هم من الومن اللي كانوا متميزين في اختصاصهم، مبدعين في مجالهم، مثمرين في كل مراحل حياتهم العملية. زين، فكانت هذه هي بداية الفكرة، أنه يجب أن يتم تمكين المرأة بشكل أوسع وإظهار نجاحاتهم وإظهار قصص نجاحهم إلى المجتمع، فبالتالي تكون منار لغيرهم ومنار وتحفيز للبقية حتى يكونون يعني أهل للمجال اللي هم قصص نجاحهم إلى المجتمع، فبالتالي تكون منار لغيرهم ومنار وتحفيز للبقية حتى يكونون يعني أهل للمجال اللي هم بيه وأهل للإمكانيات اللي عندهم ممكن أن يستغلوها. هذا هو بالنسبة لموضوع الومن إن إنرجي كأكتيفيتي، كمين أكتيفيتي أز SBE بصرة سكشن. الشيء الآخر اللي أود أتحدث عنه، أعطي نبذة مختصرة عن نشاط SBE في العراق. طبعاً SBE سكشن، SBE الأول، SBE سكشن الأول كلوكال سكشن اللي تأسس في العراق، وأسسناه في سنة 2010 تحديداً في August 2010. منذ ذلك التاريخ أو في ذلك التاريخ تحديداً ابتدأنا بركروتمنت أكثر من 130 SBE professional members to join SBE، وتم استحداث السكشن في ذلك العام تحديداً 26 of August 2010، وقمنا بعدد من النشاطات، نشاطات كبيرة اللي قمنا بها اللي كانت ليست أونلاين وإنما فيزيكالي هنا في البصرة وفي شركة نفط الجنوب سابقا، وكانت النشاطات مدعومة من عدة جهات خصوصا من شركة نفط الجنوب. والنشاطات اللي قمنا بها ليست فقط هي الكورسات أو الشورت كورسز أو الشورت لكتشرز، كذلك استضفنا عدد كبير من الباحثين الأجانب من أمريكا وأوروبا في برنامج المحاضرين المميزين. بعدين تم التوسع في نشاطات SBE ليس لتغطي البروفيشنال ممبرز اللي موجودين في الشركات أو في الجامعات، وإنما امتدد إلى الطلبة، حيث تم استحداث عدد من الشابترز في ذلك الوقت، شابتر جامعة البصرة وشابتر جامعة نيسان وشابتر جامعة بغداد والتكنولوجيا، إضافة إلى شابتر جامعة كركوك. بعدها as first SBE local section in Iraq أعطينا permission لاستحداث section في أربيل في 2013 وsection في كركوك في 2014 وأخيرا section في بغداد 2015. فهذا هو المختصر عن SBE sections والSBE activities, the history of SBE activities in Iraq. أكرر الشكر إلى اللجنة المصغرة أو اللجنة الأولية للومن إن إنرجي لإقامة هذا الحدث، زين، بالأخص ست رسل وست حوراء، وإن شاء الله يتم الاستمرار بهكذا نشاطات في المستقبل. فأنا هنا انتهى دوري ويرجع المايك إلى ست رسل. شكرا لك دكتور، وشكرا يعني لهذه الفرصة الحلوة وجهودكم بإنجاح اليوم هذا الحدث المهم إن شاء الله والمثمر بإذن الله. ست حوراء، نقدر ننتقل على السلايد الثاني إذا ممكن. السلايد الثاني. أهلا وسهلا حضورنا الكرام مرة ثانية، شكرا لكم ولحضوركم ولاهتمامكم بسيشن اليوم.
احنا راح تكون بيننا في الاجريمنت في حال حبيتوا تبدون رايكم او عندكم سؤال او استفسار، راح يكون الكل سبيكر 10 دقائق يتكلم بيها. في نهايه ال10 دقائق راح تكون 5 دقائق مخصصه لكم حتى تسالون. طريقه السؤال تكون اما باستخدام الرايز هاند اوبشن او من خلال تكست مسج ان شات، ونتمنى منكم انه تسوون ميوت كل مايكروفون. وشكرا لكم. هسه راح انتقل احنا منو ك Women in Energy. إذا ممكن تحاول على السلايد الثالث. أجندتنا لليوم راح نتكلم عن منو إحنا، we are، شنو هي أهدافنا، our goals. وراح تكون أكو فقرة محددة للسبيكر، عندنا 6 سبيكر راح يتحدثون اليوم قصص نجاحهم، راح يشاركون وياهن الصعوبات اللي واجهوها، طريقة شلون تجاوزوا هاي الصعوبات. وبالتالي راح تكون أكو فد سمري وملخص بالنهاية. وراح أبدي بداية مع السلايد الرابع ست حوراء. Who we are كwomen in energy هي لجنة فرعية من جمعية مهندسي النفط فرع البصرة SBE بصرة سكشن. يديرها مجموعة من المتطوعين اللي هدفهم هو مساعدة المرأة العراقية، كل امرأة عراقية ليست فقط مهندسة النفط أو ليست فقط العاملة في قطاع النفط والغاز. إحنا هدفنا أنه ندعم كل نساء العراق حتى يكونون كرياتيف، حتى يكونون شخصيات مؤثرات، شخصيات خلاقات بالمستقبل إن شاء الله. وهاي المنصة يعني أحب أذكركم أنه هي منصتكم، لهذا إحنا راح منفتحين جدا على كل أفكاركم، كل مقترحاتكم للإيفنت الجاي، مشاركاتكم. وإذا حبيتوا تتطوعون ويانا راح تكون أكو فت كونتاكت بنهاية هاي الجلسة، راح نحط لكم كونتاكت انفورميشن حتى تتواصلون ويانا. وحاليا راح انتقل الست حوراء مالك زميلتي، ونفس ما ذكر دكتور واثق هي إحدى يعني أعضاء الومن إن إنيرجي، إحدى هاي اللجنة. فضلي ست حوراء على مود تلخصين الأهداف. إذا ممكن حوراء على السلايد السادس، وأنا ميوت الست حوراء مالك. رسبت كل لي تسمعين صوتي حالياً لو لا؟ أنا جاي أسمع صوتك واضح. تمام. السلام عليكم أولاً ورمضان كريم على الجميع. أنا اسمي حوراء مالك، تخرجت من هندسة النفط والنفط بجامعة البصرة 2017. وراها بسنة تقريباً بديت أشتغل بهيئة تشغيل العمالة كبتروفيزيست بقسم المكامن، وحالياً بعد نفس القسم. حالياً تقريباً هالشهر يلا انضميت للومن انرجي صراحةً، فراح أشير وياكم الجولز اللي حالياً إحنا نسويها على مود شنو أهدافنا بالومن انرجي. أول شيء مثل ما قالت ستروس اللي هو عبارة عن كوميتي للكوميونتي للنساء، فرح نطمح من عندنا نستقطب نوعين من النساء. النوع الأول النساء اللي اشتغلوا على نفسهم وآمنوا بنفسهم وبذلوا مجهود بعملهم، سواء هذا مجهود على مود يطورون من نفسهم، على مود يغيرون الواقع عملهم، على مود يغيرون سواء الكوميونتي مالتهم الصغير أو الأقسام مالتهم أو البيئات العمل مالتهم كل حدها. فنطمح انه يجون ويانا يعني ويسوون كونتاكت انه يشيرون ويانا يعني الاوبورتونيتي اللي اخذوها، وبنفس الوقت الستوري مالتهم وشنو المشاكل اللي واجهوها وشلون ممكن قدروا انه يغيرون الواقع مالتهم. والنوع الثاني من النساء اللي نحاول نستقطبهم اي امراه تحاول انه تغير من نفسها او تطور من نفسها، فاحنا راح نكون او بعون الله انه مكان انه يساعدها انه نطور نفسها. هذا الجول الأول اللي هو الانكرج والموتيفيشن. الهدف الثاني من الكوميونتي اللي هو ترينينج المينتورينج. الترينينج راح نحاول نكون نغطي 2 بارتس من عنده. البارت الأول اللي هو 8 كورسات تكون مختصة بمجال العمل، فأي شخص عنده فتقاب معينة يحب إنه يطورها، فإن شاء الله راح نستقطب كثير من المختصين
باختلاف الاختصاصات، سواء بهندسة النفط، الميكانيك، الكيمياوي، أو حتى بالإنفايرومنت، على مود يحاولون يعطون سيشنات للأعضاء أو الموجودين والمتطوعين. النوع الثاني من التريننج اللي هو تقريبا نقدر نلخصه بالسوفت سكولز، تعرفون انه انت مهما كنت انسان ذكي وتمتلك معلومات، ما لم تمتلك السوفت سكيل مالتك مستحيل راح تكون انسان ناجح. فان شاء الله عن طريق هذين الكورس تو كايند اوف كورس راح نغطيهن، انه نساعد الموجودين حتى يمتلكون هذه القدرات. الهدف الثالث اللي هو listen and learn platform، راح نكون حريصين انه كل سيشن نحاول نحصل نساء، نقدر نسميهم inspired women، على مود يعطون يشاركون ويانا قصص نجاحهم، بنفس الوقت شلون يعني حصلوا على الاوبورتونيتيز مالتهم، وشنو واجههم من مشاكل، وكيف قدروا يواجهون هذه المشاكل حتى يكونون successful people بمجال اختصاصهم. راح في ذلك انت بس مجرد انك تستمع لهم ممكن راح يكون هم نفس قصصك، ممكن راح تساعدوك انه يكون يوجهوك او يطوق حلول انت ممكن حاليا تواجهها بالمشاكل مالتك. بنفس الوقت انه هذا الليسن مالتك لهم ان ممكن راح يساعدك انه تتعلم من عندهم، فانه راح تكون ليسن اند ليرن بلاتفورم. الهدف الرابع واللي هو عباره عن ملخص واللي جاي من واقع المرأة بالعراق أو بالخصوص بالبصرة، أغلبيتنا نعرف واقع المرأة بها، فلذلك راح نحاول إنه هذه المرأة ما ممكن واقعها يتغير ما لم إنه هي تشتغل على نفسها، وهي النساء يتولون القيادة بالمجتمع، لأنه أنا امرأة مستحيل راح أكون أصعد أو أحسن من نفسي ما لم أكو امرأة فوقها تستني أو تساعدني أو تطورني. فلذلك احنا نحب انه نزيد عدد النساء كليدرز بالمجتمع البصري او المجتمع العراقي بشكل عام. هذا الشيء ما راح يصير ما لم انه حققنا الاهداف الثلاثه الاولى ان شاء الله، اللي هي بالبدايه انه نسوي انكرجمنت لكل النساء انه يجون يسوون يتحدثون يسموها سبيك اب، شنو الشغلات اللي يريدون يطوروها، وبنفس الوقت انه الانسان لازم يكون حريص انه يكون كيب يعني يحصل جيت تريننج بمختلف الاختصاصات ويشتغل على نفسه، وبنفس الوقت لازم هو يصير لسن للبقيه حتى يوسع مداركه، وبذلك انه هو يطور قدراته الشخصيه، والسوفت سكيلز اهم شيء انه حتى تكون ليدرز. فان شاء الله بالاهداف الثلاثه نقدر نطمح انه نوصل للهدف الرابع اللي هو تغيير الواقع الحال عن المراه العراقيه او البصريه بالاخص. يعني كملت البارت مالتي، انتقل ان شاء الله الرسل، وان شاء الله جميعا نحاول انه نحقق هذه الاهداف. صح ما راح تكون بمده قصيره، راح تتطلب وقت، بس ان شاء الله كلنا نتعاون، واكيد نطمح للسبورت من عندكم على مود نحققها. رسل انتقل إيج. شكرا لك حوراء، وشكرا يعني لمشاركتك انك تكونين ويانا. انا فخوره انه يعني اشتغلت وياك ويا دكتور واثق ويا كل تيم الاس بي اي. مثل ما ذكرت ست حوراء بصوره مختصره، راح انوه انه مثل ما قلت وراح ارجع اقول انه هاي المنصه منصتكم، احنا راح تكون هواي ايفنتات ان شاء الله بالفتره الجايه نحو مواضيع مختلفه. اي اقتراحات عندكم او اي استفسارات احنا موجودين، راح نشارك وياكم الكونتاكت انفورميشن نهايه السيشن، وان شاء الله راح تكون لنا برامج تدريبيه، برامج كتريننج وكذلك كمنتورنج ارشاديه بعون الله. وحاليا راح نبدي مع اور سبيكر ست اروى ويانا، اللي اهلا وسهلا بي ست اروى. أحب أذكر نبذة مختصرة إنه ست أروى هي كفلويد إكسبرت وهي شركة أدينوك في دبي. أهلا وسهلا فيك ست أروى، شكرا على تلبيت دعوتنا اليوم، والمايك إليك. شكرا جزيلا. تلغين الشيرينج حوراء. نعم، خليني I share my screen first. أوكي حوراء، بس ألغي الشيرينج.
شاشتي واضحة؟ واضحة. أوكي. طبعاً ما شاء الله، يعني حقيقة ما تركت لنا شيء نقوله، يعني you addressed يعني everything in a very nice way. So this is something really impressed me. أول شيء أود أن أعرف عن نفسي، مثل ما قالت الأخت رسل، أروى أحمد مولود، subject matter expert in fluids from ADNOC company in Abu Dhabi, UAE. So أكلمكم الحين من أبو ظبي مش من دبي، هاي بس تصحيح للمعلومة. حقيقة أود في البداية أن أبارك لكم بالشهر الفضيل. So ألف مبروك علينا وعليكم، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعيننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وإحنا الحين يعني نقترب من العشر الأواخر من رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبلغنا ليلة القدر وهو راض عنا، ويعيننا على إتمام الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ويرضى عنا وعنكم، ويعيد علينا هذه المناسبة إن شاء الله أعوام عديدة ومديدة وإحنا بأحسن حال، ويفرجها على العراق إن شاء الله بإذن الله، ونرجع نشوفه عراقنا اللي كلنا نفتخر فيه. أحب أعرف، حقيقة أنا عراقية لكني ما عشت بالعراق يعني إلا فترة دراستي الجامعية وفترة اللي هي البكالوريوس، سوري البكالوريا بالعراق يسموها، احنا نسميها الثانوية العامة، فهي هذه السنة الوحيدة مع سنوات الجامعة اللي عشتها بالعراق. أنا والدي أصلا من البصرة، وأصل والدتي من بغداد، فإحنا ميكس، وأنا ولادة الكويت وعايشة الحين في الإمارات، فجمعت الدول العربية حقيقة يعني عندنا في العائلة. أحب بالبداية، لحظة أنا هذه الشاشة قاعد تغطي علي شوي، أيوة. سو تحية حب وإجلال لعروس الجنوب البصرة الفيحاء، تحية حب وإجلال لأهل الكرم والجود والطيبة والبساطة. يا جماعة ماكم مثل طيبة أهل البصرة ولا كرم وجود أهل البصرة، أنا عشت هذه أيام طفولتي وأعرف يعني لما أتكلم عن أهل البصرة هم مختلفين ومميزين جدا في العراق. البصرة بلد النخيل وأم البساتين، ملتقى الرافدين في شط العرب، موطن سوق المربد، ملتقى الأدباء والشعراء، جرير والفرزدق وبشار بن برد وأبو نواس والجاحظ والكندي وسيبويه والأصمعي والفراهيدي، موطن العلماء ابن سيرين والحسن البصري، وتطول القائمة ويضيق الوقت لذكرها. باختصار، أنتم موطن ومنبع النجاح والناجحين، برغم كل التحديات والصعاب اللي تمرون بها، ما زلتم تمرون بها، لكنكم موطن ومنبع النجاح والناجحين. My bio: أروى أحمد مولود، Fluid Characterization Subject Matter Expert. أنا أعمل في التكنيكال سنتر في أدنوك من 2011. أنا حقيقة lead ومانجر for many technical projects in my company. Led the digital transformation in my domain, التحول الرقمي. And developed unique system in my domain called PVT intelligence. I embraced the digital technology and artificial intelligence, اللي هو الذكاء الصناعي, to extract the hidden knowledge and information. So أنا في هذا المجال leader in my company في كيف نستخدم الذكاء الصناعي في extracting كل الinformation اللي موجودة في الداتا. والحمد لله تكللت مسيرتي المهنية في الفوز بجائزة أديبك انترناشنال أورد in 2020. فزنا بجائزة أنا وفريقي طبعا ديجيتال ترانسفورميشن بروجكت أوف ذا يير، وكان هذا حدث من أهم الأحداث اللي مرت علي في مسيرتي المهنية. طبعا هذا الحدث ما إجا يعني محض الصدفة، ولا إجا يعني بدون عمل وجهد ومثابرة. أنا أحب بالبداية لبث الرسائل الإيجابية أبدأ بساعة أو لا بالفيديو اللي أعلن فيه لحظة فوز المشروع. أحب نبدأ بهذه الرسالة الإيجابية ونكمل بعدها. Joining us on stage are representatives from Spark Cognition, Saudi Aramco, and ADNOC Group. And the winner of the Digital Transformation Project of the Year is ADNOC Group. Congratulations, Mrs. Mouloud. How are you feeling? Thank you so much. Congratulations. Alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. We are honored and humbled to receive this international recognition among all these distinguished lineup projects. And during this prevailing scenario of the pandemic, we, on behalf of IISM team, I would like to thank ADNOC Technology, ADNOC Onshore, ADNOC Upstream, and Schlumberger for supporting to achieve this outstanding success. Since Dr. Sultan Al-Jaber has announced the era of oil and gas 4.0, ADNOC has spared no efforts to align all the resources to make this digital transformation journey a reality. And today, here, ISM team standing here, and all people who worked in the background proudly stand to celebrate this achievement, this magnificent achievement together. Today, we are bringing the future to ADNOC. Thank you so much. كانت من أهم وأسعد اللحظات حقيقة هذه اللحظة ساعة إعلان الفوز، لكن هل إجا هذا ببساطة؟ هل إجا بسهولة؟ هل مسيرتي المهنية كانت سهلة وميسرة وبدون عثرات وعقبات؟ يستحيل أني أتخيل أي ناجح ما مر بهذه الصعاب والتحديات. واجهت الصعاب من بداية ما كنت في البكالوريا، كنت أمل بالمعدل العالي ما حصلته، كنت أمل أني أدخل كلية معينة ما حصلتها، في الماجستير في وقت الحصار كان موضوع صعب جدا، ويعني عانيت يعني معاناة شديدة في الحصول على الماجستير في الهندسة الكيميائية. عانيت جدا في مسيرتي المهنية لألقى العمل المناسب، لأجد العمل المناسب في الإمارات، وتدرجت من شركة إلى شركة حتى حصلت على هذا العمل. طبعا أكيد في أسئلة تتراود أنه كيف حصلت. أنا حقيقة بالنسبة لمسيرتي المهنية أنا عرضتها في SPE بغداد سكشن، حمر عليها مرور سريع. حقيقة تحدثت عن كيف أنه خذلت من بداية المعدل العالي إلى حد ما الكلية، إلى حد دراستي في الماجستير كانت مليئة بالصعاب والتحديات. اشتغلت في عمل يعني بعيد جدا عن مجال اختصاصي، وظليت فترة يعني مو قليلة به إلى أن قدرت أنه أرجع مرة ثانية لتخصصي، وانتقلت من شركة إلى أخرى إلى أن وصلت إلى الشركة اللي أطمح للعمل بها. ولكن هناك أيضا كان تحديات صعبة في إثبات نفسي في مكان يعج بالكفاءات، لكني قدرت الحمد لله أني أثبت نفسي، وحنتكلم عن هذا الموضوع. وقدرت I develop يعني several projects for the company that is currently used by all the company in several activities related to my domain. زين الحين نجي يعني هاي الإنجازات السريعة، وطبعاً أنا أحاول أسرع بالموضوع لأني أحب أسمع من الحضور أكثر مما أحب أتكلم، فأعطي وصفات سريعة وأسمع من الحضور أسئلتهم علشان نعرف كيف يعني نوجه بعدين النقاش. Now الهارد ورك طبعاً، المثابرة والديديكيشن والكوميتمنت والطموح والإخلاص والصبر كانت عوامل مهمة جداً في حصولي على هذا. مثل ما قلت أنا واجهت تحديات كثيرة وتحديات صعبة، لكن دائما كان عندي الطموح، وكنت أضع لنفسي أهداف، والأهداف هذه ما كنت أضعها وخلاص، لا كنت أضع خطة كيف أحقق الهدف. وطبعا كل ما كبر الهدف كل ما كبر المجهود اللي لازم أضعه لتحقيق هذا الهدف. لكن الإنسان إذا وضع أهدافه نصب عينه واشتغل عليها إلا ما يوصلها. أريد فعلا يعني أنطي نصيحة هنا يعني بالنسبة لل يعني كل هذا العمل الدنيوي، لكن لازم نربطه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وواحدة من أهم الأسباب يعني اللي حقيقة دائما أعزي نجاحي إلها هو بر الوالدين. أنا ما أبالغ أبدا في هذا، يعني على الرغم من كل المجهود اللي أقوم فيه، لكن أعتقد أنه دعاء والدي وبر الحمد لله بري بوالدي هو السبب في توفيقي ونجاحي. فأنا أنصح الجميع أعمل كل اللي تريده، سوي كل اللي تريده، لكن إذا تريد تتوفق وتتيسر أمورك خلي هذا نصب عينك أنه تتوكل على رب العالمين. ومن أهم أسباب التوكل على رب العالمين أنك تبر بأهلك. الحمد لله بقيت دائما busy with my goals، أخلص أحقق هدف أضع هدف آخر وأشتغل عليه. طبعا الطموح كان لا ينتهي وما زال والحمد لله، ونشتغل دائما للانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى. هل الانفايرمنت، هل الناس اللي حوالي، هل كل الظروف يعني مواتية لتحقيق هذه النجاحات؟ لا، لكن
أنا إذا أظليت أبرر وأعطي أعذار وجستيفيكيشنز إنه أنا ما قادر أحط الهدف، حبقى في مكاني. لذلك الأعذار هذه امسحها من قاموسك. دائما في طريقة للوصول للهدف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. شو معنات هذا؟ معناته أنه في أحلك المواقف، في أكبر وأشد من أهوال يوم القيامة، لكن الله سبحانه وتعالى يطلب منا العمل حتى في هذه اللحظات الصعبة. فأنا عارفة أنكم أنكم تمرون بأكيد ظروف صعبة جدا، لكن ما شاء الله الكلام اللي سمعته من الأخوات يدل على أنه الأمل موجود. وحقيقة هو هذا، إحنا نقدر نزرع ونحصد إذا عملنا حتى في هذه الصعاب. وطعم النجاح لما تكون الصعاب هذه موجودة يكون أحلى. كل ما مريتوا بمصاعب وحققتوا نجاح، كل ما تشعرون بالفخر أكثر لتحقيق هذا النجاح. هذه النصيحة اللي أعطيتها لكل أحد: اعمل ما شئت، لكن توكل على رب العالمين. اربط دائما عملك برضا رب العالمين، والإخلاص في العمل هو من صميم العبادة. اخلص في عملك واحسن فيه، واطلب دعاء والديك إليك، واعمل وشوف. لازم ما تحصل النتيجة. ممكن النتيجة تتأخر، نعم ممكن تتأخر، لكن الفرصة تجي. وهذه الثقة اللي لازم كلنا نضعها نصب أعيننا لما نعمل. لا تستعجل النتيجة، مرات تتأخر، لكن إذا ثقتك بالله قوية النتيجة حتشوفها بعينك، لابد أنك تشوفها بعينك. شنو الأعذار اللي ممكن إحنا نحطها؟ يعني تحديات. أنا فكرت في أعذار مثل هذه، مثلا لغة. أنا مثلا لغتي ضعيفة. يا أخي كثير في كورسات، كثير في وسائل تقدر تعلمنا اللغة. الحين الأخوات عرضوا يعني برامج للتدريب وللتعليم، نقدر كلنا نساعد أنه نطور لغتنا. يعني أي أحد متمكن من اللغة يقدر يساعد شخص آخر هو ما متمكن من اللغة. حقيقة أنا واحدة من الأسباب اللي خلتني أتفوق بالجامعة وأكون الأولى على قسم الهندسة الكيميائية بالتخرج إني كنت دائما أدرس. يعني كل شيء أعرفه أدرسه، فتتركز المعلومة عندي. فإذا عندك علم أعطيه، شارك لغيرك، هذا يعزز المعلومة عندك وتتطور، أنت تتطور وتطور غيرك. هل الانفايرمنت اللي انت تعيش بها not motivating؟ مثل ما قلت، في كثير اشخاص لامعين هم حقيقه نبغوا في من عمق الظلام ومن عمق المصاعب، فهذه ايضا مو حجه. انا اقدر اذا انا حبيت اتحجج حبقى بمكاني، ماكو مشكله، لكن اذا انا اريد اتطور اذا لازم الغي الحافز، لازم يكون ذاتي انا، يكون عندي دافع للنجاح، مو لازم احد يحط لي هذا الدافع. problems with colleagues, letting toxic people drain you. في أشخاص كثير حتشوفوهم يحاولون يستنزفون طاقاتكم، موجودين، وأنا موجود في كل شركة، موجودين وفي كل مكان تعمل فيه إلا ما تواجه أشخاص مثل هذول. يعني شنو؟ حنظل أيضا نلقي اللوم والشماعة على هذول الأشخاص إنه إحنا ما نقدر نتقدم. اهملهم وعيش حياتك أنت وفي خطتك اللي وضعتها للتقدم، ولا تخلي وابتعد عن هذول الأشخاص. حاول دائما تلغي كل العوامل السلبية اللي قد تقف بينك وبين النجاح. أنت تقدر تطور نفسك بنفسك بدون الحاجة إلى الآخرين، واعمل على نفسك تقدر أنت تطور. وما شاء الله في فرص كثيرة للتطوير متاحة، سواء الأونلاين سواء البلاتفورمز اللي الشباب قاعد يوفروها، فعندك فرصة للتطور. caring what other people think about you. حتسمع كلام كثير ممكن يكلمون عنك، اهمله كأنك ما سمعته. إذا أنت تجعل نفسك busy with your goals، أنت مشغول بأهدافك، ما حيضرك أي شيء من هالكلام. لما تنجح، شوف الإنسان الناجح إذا ما كنت ناجح ما حد حيتكلم عليك، لأنه أنت مو يعني عنصر مؤثر. كل ما كنت مؤثر أكثر كل ما حتتلقى انتقادات أكثر، وهذا شيء طبيعي. كونك أنت تلقى حجارة من الخلف معناته أنت في الصدارة، أنت في الأمام، فتقدم ولا تلقي أي اعتبار لهذه الأشياء اللي حواليك. unwillingness to acknowledge problems. مرات أنا عندي مشكلة وما أريد أعترف بها. يا أخي الاعتراف بالمشاكل هو أحد وسائل الحلول. أنت أقعد وأعرف، حط ورقة وقلم واكتب شنو هي المشاكل مالتي. إهمال، لا مبالاة، كسل، يعني كل العوامل اللي تتوقع أنها قد تكون عائق بينك وبين النجاح اكتبها واشتغل عليها، وطور نفسك وقيم نفسك كل فترة وفترة، هل قدرت تتغلب على هذه ولا لا. being ruled by fear. هل تخاف؟ تخاف من شنو؟ ما ياخذ الروح إلا اللي أعطاها رب العالمين.
أنت اشتغل لنفسك وانتظر الفرصة المناسبة. مرات الانفايرومنت والفرص ما تكون متوفرة. نعم، شنو أسوي بهالوقت؟ أنتظر الفرصة إلى أن تحين، بس بهالوقت اللي حنتظر به شنو أسوي؟ أشتغل على نفسي، أطور نفسي، أخذ كورسات، أتقدم في ليفل معين. ركز على الهدف، ركز على هدف واحد في آن واحد. عفوا، فهذه العوامل اللي تكلمنا عنها هي تحديات، لكنها ليست أعذار لعدم تحقيق النجاح. كل مشكلة ولها حل. You can make the difference. أول شيء تثق بنفسك، يكون عندك الثقة بنفسك، يكون عندك دائما أهداف يومية، شهرية، سنوية، وتكون منشغل بهذه الأهداف. لما تحدد الهدف، تحدد بعد شنو الأفورت اللي لازم تحطه، شنو المجهود اللي لازم تحطه لتحقيق هالهدف. الهدف ما يجي بوحده، لازم تشتغل عليه. خطة تضعها، ومثل ما قلت لكم we wait for the right opportunity. وagain I repeated، المثابرة، الكوميتمنت، الطموح، الصبر، كلها عوامل مهمة في تحقيق الأهداف. ما أدري إذا سمعتوا عن 10X rule ولا لا. هذا كتاب أنا أحب تقرأه. هذا حقيقة برينسيبل إحنا في الشركة كثير يروجون إلى مؤخرا، اللي هو شنو هذا؟ يقول لك كل إنسان يمكن من 1 إلى 10% من إمكانياته هو حاليا يوظفها. أنت تقدر توظف إمكانياتك علشان تحقق 10 مرات أكثر من اللي أنت حاليا حققته، لكن لازم تمشي بالطريق الصحيح. فإذا أنت عندك potential، عندك إمكانية، نريدك تخرجها، هذا الكتاب يساعدك. أنا أنصحك تقرأه، حيحفزك حقيقة بتحفيز قوي، وبي بلان، بي خطط، وينطيك دائما حلول. الوقت يمضي بسرعة، والعالم يتطور بسرعة كبيرة، والمنافسة شديدة. إذا أنت كنت تريد تحتل مكان مميز في هذا العالم، لازم تواكب هذه السرعة، ولازم تشتغل على نفسك. العراق ما حيبقى منغلق، مصير العراق ينفتح، مصير الشركات الأجنبية تجي، ومصير العراق يتقدم ويتطور. ساعتها حتشوف نفسك يا إما أنه أنت تحضرت لهذا الوقت وكنت مؤهل أنك تدخل المنافسة، أو أنك تكون ضيعت وقت كبير وجيت ولقيت نفسك في آخر الركب وغيرك تقدم عليك، ما حيكون لك مكان. فشون اللي تريد تختاره؟ أنا طبعاً ما أريد أخذ وقت أكثر، أنا أحب أسمع هذا إذا بقى وقت. أنا ما أعرف حقيقة كم من الوقت أخذت، بس إذا حد من الحضور عنده أي سؤال أو استفسار، فطبعاً إحنا جاهزين to address it. وأحب قبل ما أنهي جداً أن أشكر الـ SPE بصرة سكشن، وبالأخص الأخت سرى لتواصلها معاي والتنسيق لإتاحة الـ يعني الفرصة لهذا الاجتماع وبث رسائل إيجابية مثل هذه. أشكركم جداً، وأنا سعيدة جداً اليوم بوجودي مع أهلي بالبصرة، وشكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً أنت أروى، يعني ما أقدر أوصف مقدار إنش قد أنتي ألهمتينا وحفزتينا. شكراً إليك، وهسه أنا ما أداخل وقت أكثر. اللي الحضور الكرام، أي أحد عنده سؤال ست أروى، يعني ناخذ سؤالين أو أكثر حسب الوقت. منو عنده سؤال يعني كان رايز هاند أو يكتبه بالشات. أوكي، عندنا سؤال من رقية. شنو كانت بدايتك ست أروى بالمجال الوظيفي؟ حقيقة سؤال حلو هذا. هذه كانت بدايتي. أنت يمكن ما تشوفون السكرين، أنا أول ما بديت أدرس، كنت في العراق درست سنة واحدة في الجامعة كمعيدة يعني، وبعدين جيت الإمارات، كانت جدا صعب أحصل على وظيفة في مجال اختصاصي، فدرست، اشتغلت بالتدريس، تدريس يعني طلاب ثانوية، وطبعا هذا يعني كثير بعيد عن طموحي. لكن حتوقف، حنتظر 4 سنوات 5 سنوات إلى أن تجينا الفرصة؟ لا، لازم أستثمر الوقت في شيء مفيد. ففعلا درست، وكانت سنوات رائعة حقيقة، عندي بها ذكريات جميلة جدا. وبعدين مثل ما قلت لكم، أثناء التدريس كنت أستغل الفرصة وأطور نفسي، ألفت كتاب، وأنا يعني بالتدريس ألفت كتاب للطلاب عشان يستفادوا منه. إيش قد هذا طورني في مجال معين. لما رحت طبعا وكنت رئيسة قسم الكيمياء في المدرسة، فعلمني كثير أشياء. لما انتقلت لأعمل في شركة شلمبرجي كان تحدي طبعا، لكن قدرت. ليش؟ لأنه بهاي السنوات مع أنه كنت أشتغل مدرسة، لكن نميت مهارات. فلما دخلت المقابلة
وهذا اللي قلت لكم إياه. لما تيجي الفرصة لازم تكون مستعد. فأنا ما ضيعت وقتي وأنا بأدرس وخلص ركنت إنه أنا حظل مدرسة طول حياتي، لا، كنت أطور نفسي بحيث لما أجتني الفرصة لأعمل في شلمبرجي واجتزت المقابلة بنجاح، بعد شلمبرجي عملت في هاليبرتون وأيضا اجتزت المقابلة بنجاح، وبعدين وصلت للشركة اللي أتمنى أشتغل بها اللي هي شركة أدنوك. تسلمين ست، شكرا جزيلا. وبعد عندنا سؤال ثاني راح ناخذه. ست، نصيحة تنصحين بها الأفضل 5 كتب وتشاركين ويانا الكتاب اسمه اللي ذكرتيه اللي هو أنا كتبته The 10X Rule. نعم. هو أحد الأودينس سأل عليه اسمه The 10X Rule. نعم. وإذا تحكينا 5 كتب أخرى. 5 كتب أخرى. طب خلينا نخلص من هذا الكتاب. إحنا ليش أنا رشحت هذا الكتاب أول؟ هذا الكتاب حقيقة تبنته شركة أدنوك، يعني هذه البرنسبل. أدنوك طبعاً شركة يعني رقم 1 يعني بالشرق الأوسط وعلى العالم، إلها ترتيب عالمي. فهي تبنت هذا البرنسبل مال 10X، إنه الإنسان كيف يقدر ينتزع البوتنشل اللي عنده علشان يحقق 10 مرات أكثر من الإنجازات اللي هو حالياً محققها. خلينا نقرأ الكتاب، خلينا نناقشه، وخلينا نشوف هل فعلاً إحنا شنو الأشياء العملية وشنو الأشياء غير العملية، وبعدين ساعتها ننظر What is next؟ لا نستعجل وناخذ كل شيء مرة واحدة. هذه نصيحتي حقيقة. أنا مو دائما أقرأ كتب بهالمجال، أنا أحب يعني أنوع قراءاتي، بس هذا واحدة من الكتب لأنه يعني أحب أرشحها، لأنه تبنتها شركة كبيرة مثل أدنوك وجابت المؤلف علشان ينطينا سيشن بالشركة. فيعني هو أحد الكتب اللي جدا مهمة اللي ممكن تحفز وتنطي خطط يعني للتطوير. ست أروى، بعد أكو سؤال، شنو نصيحتك لخريجين هندسة جدد وخاصة الكيمياوي؟ هذولي يعني طبعاً الهندسة الكيمياوي هو تخصصي. أنا نصيحتي إلهم أنه مثل ما قلت، هي نصيحتي إلهم ولكل الخريجين ولكل اللي حالياً يعملون، أهم شيء أنه لا نخلي الانفايرومنت اللي إحنا عايشين بها إذا كان بها تحديات وصعاب تأثر علينا. مثل ما قلت لكم هذه فترة مؤقتة، الصعوبات اللي تمرون بها هي فترة مؤقتة. وين كان العراق؟ فوق، كان فوق صح؟ شوية نزل هسه يرجع مرة ثانية يصعد. زين، بهالوقت لما يصعد أنتوا حتكونون لازم تكونون حاضرين في كثير كورسات. يعني مثلا أنا حبيت أطور نفسي في مجال الذكاء الصناعي، فقمت أخذ كورسات في مجال الذكاء الصناعي بها، يعني جزء منها عن طريق الشركة، جزء منها أونلاين. الحين كثير يعني حتى يعني شركاتكم اللي تعملون فيها، إذا كنتوا تعملون في شركات أو في منابر مثل هذا المنبر اللي إحنا فيه، أكيد ممكن يدعم علشان يوفر أونلاين كورسز عشان الناس. فعلا أنا لما سؤال مثل هذا يجيني أنا لازم أوفر التولز، الأدوات لازم أوفرها، فلازم مثل هذا البلاتفورم يوفر أونلاين كورسز علشان أنا لما أقولهم طوروا نفسكم لازم أنطيهم وسائل فأحط لهم مثل هذه الوسائل. إحنا ممكن نرشح لكم يعني كثير من الكورسات اللي إحنا حاليا موجودة عندنا بالشركة، ممكن أرشح لكم إياها ونشوف كيف الهيئة تقدر تحطها جزء من الويب سايت مالتها بحيث انه اللي يريد يتطور تكون عنده الفرصه متاحه. شكرا لك ست اروى. وعندنا بعد مداخله من ست عوراء. ست اروى، طبعا انت من سيشن بغداد الهمجين بهواي شغلات وهسه ضفتي لي عليها هواي شغلات، فاني ما قدرت انتهز الفرصه واسالك، بس راح اخذ الفرصه هذه. ذكرتي عن طريق انه انت اكثر من مره غيرتي شغلك او اشتغلتي بشيء انت مو اختصاصك اصلا، فاني اريد اسالك انه انت من غيرتي طبيعه الشغل مالتك شلون قدرتي تتخلصين من التجربه السابقه وظليت تركزين بس على الايجابيات مالتها مو السلبيه، او شو كانت ردت فعلا من انت انتقلتي من عمل لعمل اخر؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني صراحه انه ذكرتي انه انت حطيتي جولز ومشيتي عليها واشتغلتي انه تقدرين انه تحققيها، اذا واجهت انه واحد من اهدافك ما قدرتي تحققي شنو؟ اكيد صارت هذا الشغله، يعني مو كل الاهداف اللي نحطها نقدر نحصلها طبعا. بس لازم نشتغل على اغلبيتها ان تكون تحصل. فشنو كانت الرياكشن مالك من انت ما حققتي اهدافك، او شنو ردة فعل طبيعيه تكون؟ يعني شنو لازم شلون نواجه هذا الشيء احنا اصلا؟ نعم،
طبعاً يعني كل شركة مرات أنت يعني أنا مثلاً أنا واجهت واحد من الأشياء اللي ما أقدر أنساها، في مدراء كانوا لامعين في حياتي في مسيرتي المهنية وما أقدر أنساهم كأشخاص أثروا في حياتي، وبنفس الوقت في مدراء كانوا يعني جداً تأثيرهم سيء علي لكن ما أثروا على نجاحي، صح؟ يعني أنا أتذكرهم، كل ما أتذكرهم يعني في مدير لحد الآن لما أتذكره ينقبض قلبي حقيقة، يعني من المدراء اللي أثروا بي سلباً، لكن هل هذا أثر على مسيرتي؟ لا، ما أثر على مسيرتي. لما كنت ما أنجح في هدف معين كنت على الأقل أتعلم منه دروس، فالدروس اللي أتعلمها من الفشل هي تساعدني على النجاح في تحقيق هدف آخر. ماكو إنسان يقدر يحقق كل أهدافه، ماكو إنسان دائما الظروف تكون مواتية، وسبحان الله أنا كل شغل تركته ليش؟ تركت لأنه حسيت خلاص وصلت المرحلة ما قاعد أتطور، لازم أغير، لازم أروح أشوف مجال ثاني أتطور به. فدائما كانت تصير عندي نهاية الفترة شيء معين يخليني أحس أنه بعد خلاص وصلت بلاتو، أنه أنت بالبداية تصعد بالكيرف مالك بعدين توصل بلاتو حد ثابت، لما أوصل لهذا الحد الثابت لازم أغير لأن أريد أصعد أكمل الصعود. فكل مراحل انتقالي من شركة لشركة هي كانت لما أوصل هذا البلاتو أحس أني بدأ أتطور بعد، فأقوم أبحث عن فرصة ثانية. في نقطة مهمة طبعاً سؤالك يعني نبهني عليها إنه ما ذكرتها، قد تكون ممتاز في تخصصك، قد تكون رائع وماكو منك وتكنيكلي أنت الأفضل، لكن مغمور، ما حد يعرفك وما حد يهتم بك. ليش؟ لأنه مثل وقلتي أنت حوراء without the soft skills ما ممكن تسوق لإمكانياتك. السوفت سكيلز إنه أنت توقف تتكلم عن نفسك بثقة، هذا الكونفيدنس وأنت تتكلم إذا ما كان عندك ما حتقدر تكسب الحضور أبداً. فأنت علشان توصل علمك لازم تطور إمكانيتك في الخطابة. طبعاً أنا كنت يعني واحدة من الأشياء، أنا كنت متميزة بالخطابة بالمدرسة، فزت الأولى على بالخطابة بالموصل أتذكر، وقتها أخذتني مدرسة العربي. هذه من الأشياء المهمة في شخصيتي اللي ساعدتني أحقق نجاح، إنه كيف أقدر أتكلم وأقنع المقابل برسالتي. إذا كانت ما موجودة عندك وإذا كنت تخجل من الحضور، اشتغل على تطوير هاي المهارة. لأنه أنت كيف تحصل وظيفة؟ انترفيو، منو حيسوي لك الانترفيو؟ كلهم مختصين في مجالاتهم، هذولي كيف يقتنعون بيك؟ هم ما جربوك، ما شافوا شغلك، هم حيشوفون شخصيتك. إذا أنت ما تقدر تسوق لإمكانياتك من خلال الخطابة وإقناع المقابل ما حيكون عندك فرصة. فاتطوروا هذا الجانب علشان تقدرون تنتقلون من شركة إلى أخرى، لأنه أنت عندك حيكون مثلاً 45 دقيقة إلى ساعة ماكسيمم أنه تقنع بها المقابل أنه أنت الشخص الأنسب لهذه الوظيفة. إذا ما قدرت بال 45 دقيقة أو ساعة تقنعه خلاص راحت الجوب منك، حتى لو كنت انت بيرفكت. فاذا هذه من الاشياء، طوروا السوفت سكيلز واشتغلوا عليها، يعني حتى بالبلاتفورم مالتكم خلوا تدريب مو بس تكنيكال، اللي اهم من التكنيكال حقيقه، اهم من التكنيكال هو السوفت سكيلز. وخل اقول لكم شغله، احنا العرب تكنيكالي اقوى من الاجانب وهذا معروف، انا اشتغل مع اجانب واعرف، لكن هم اقوى منا بشنو؟ بالسوفت سكيلز. هو من شي هالقد يسوي لك يا علم الذرة، لكن إحنا يكون عندنا علم الذرة نتكلم عنه كأنه لا شيء. هذه النقطة جدا سلبية بينا إحنا كعرب، لازم نشتغل عليها. يعني أتمنى أكون يعني جاوبت على السؤالين اللي سألتيهم حوراء، ولا نسيت شيء؟ لا هذا هو تمام، شكرا. شكرا إليك ست أروى، شكرا إليك حوراء، ولكم ماريانا. Hello. So you can go ahead. Sit Arwa, إذا ممكن فقط إذا أكملتي إنه close the sharing إذا ممكن حتى ماريانا تقدر تشير. Perfect. Thank you very much. Thank you very much, Rusul, Haura, Mr. Watif, and Arwa. Congratulations. Great presentation. Congratulations on your achievement. So I will try to launch my. Just 1 minute, Mariana. I just want to from Mr. Arwa to close her sharing. Yes. Okay. I think you can share now. Yeah. Okay. Okay. Good evening, everybody. Can you hear me okay? I hope so. Yes? Yeah, we can hear you. Just in case, the technical part always I need to check.
So good evening, everybody. Ramadan Kareem. It is an honor to me to be here. Thank you for this invitation. And I will try to share a little bit of my professional and also personal journey and my lessons learned and the lessons I continue learning every day. So I will speak English at this time, but hopefully one day I can also speak Arabic. So I will start now. So a short bio about myself. I'm from Argentina. I graduated at the University of Buenos Aires as a geophysical engineer. And I have a postgraduate in field development from this same university. At the moment, I'm studying a master's degree at the University of East London. I have been in the oil industry 17 and a half years. I've been working as a geophysicist, geoscientist for different international oil companies and based in three different continents. My main skills over this time were seismic interpretations and overall geophysics, mostly to support field development projects, but also with exposure to exploration projects. And also I've been quite involved in well planning activities and well operation support. I've been based in the Middle East since 2014. I was working for quite some time for projects in Iraqi Kurdistan until last year. And I'm right now working in the Basra region, north of Basra, here in southern Iraq. I'm here right now, where I feel very, very welcome. So this is a bit of my journey, literally, in the geographical sense, for you to have an idea. I don't know if you can see my cursor. I think so, yes? Yes, we can see the screen is clear. Okay, it's okay. It's not that relevant anyway. Anyway, my journey started way down south in the city of Buenos Aires, Argentina. It's the city of tango. You may have heard of this dance. I joined the oil industry early in 2004 after working in other businesses, working while studying. I finally had my chance to join the oil industry, which is was what I wanted. Early 2004, and I worked in Argentina until 2012 for different companies. And during 2012, the opportunity came in a bit of an partially unexpected way, you know, when you are taking a look at the international market, but it all sounded so distant for me down there. And all of a sudden, I had the chance and I had to make a decision. So I found myself almost from one day to the other, flying from a very, very warm Buenos Aires summer we had at the end of 2012, we had like 40 degrees Celsius, into the very cold Norwegian winter with a minus 20. And what is here represented by this very simple arrow was in my life a really major step. Making the decision of leaving my country, my family, my friends. And there were a lot of mixed emotions in that moment, but also, you know, this sweet adrenaline of the adventure, of the big challenge you're about to start. So that's how I started. I joined a Norwegian company in early 2013, and I was living in Oslo for 2 years. Before and after this period, I accepted an international assignment and relocated to Erbil in the Kurdistan region of Iraq. And I was there between 2014 and 2015, working for a project in Kurdistan. And in 2015, I moved to the UAE, which is still my residence. And continued working in the projects, in the same Kurdistan projects from there. And now in 2021, I started this new adventure and took this new opportunity to accept this rotational role to work here in north of Bath. So for you to have an idea the type of projects I was exposed to as a geophysicist working in the oil industry, I put together this simple timeline.
Each bullet represents a job change. So as I mentioned, I started early 2004 in the oil industry, and between 2004 and the end of 2012, I was working in Argentina. You see the flag up there. And during this time, to summarize, my main activities were as a seismic interpreter, supporting very intensive field development activities in three different producing basins in the country. Also to secondary recovery, I was exposed to secondary recovery projects in very mature fields that we have. So these projects are quite important for some of these fields. But I also had the chance to participate in special projects, quite interesting, like, for example, evaluation of exploration and development blocks for bidding rounds in Ilisi Basin in Algeria, or very interesting field work to place an exploration well in Chaco Basin in Bolivia, or participation in complex 3D seismic acquisition campaigns in rainforest area in the border between Peru and Ecuador. So all these were very, very interesting and special projects. At the end of 2012, as I mentioned before, you see this little plane there. Well, that marks the start of the international part, let's say, of my career, that took me initially to Norway, and following that to Erbil in the Kurdistan region of Iraq, and finally UAE, with now my rotational role in, here in Basra. During these years, well, I was dedicated 7.5 years to develop fields in the Kurdistan region of Iraq, in the northern Zagros, is an area that is has a fascinating geology, very, very complex. And now this year was this new change, and I'm now working as a seismic interpreter to support both development and exploration projects in the Mesopotamian basin here in Basra. So, you know, my story, it's really a story of efforts made. You know, I'm from a country that is wonderful, but it's also quite far away, and things are not always that easy. So this is my 18th year in the oil industry. So now when I look back, I can reflect on some things. Some things still seem a bit like a dream, you know, like is this really happening? And of course, I continue learning every day. This is an ongoing process, no? But I would like to share some of these thoughts and reflections that I can do at this stage in my life and career. So the first one is about learning, no? About learning from mistakes. Arwa also mentioned this. You know, we are human. It's our nature. We will make mistakes. So we don't have to be afraid of that. The important thing is to learn from them and move forward, apply these learnings and keep on going. Another thing that I think is very important is to always look around, you know, learn new things, never settle, ask questions, because there are no silly questions, you know, and staying curious, you know, like the children have this curiosity to keep on learning all the time. I think this is a very positive attitude. Another thing is about accepting challenges and accepting to be challenged. And don't be afraid to be out of your comfort zone, because sometimes in these moments may mean a significant growth, and opportunities can come out of this maybe uncomfortable situation. So I think it is important to learn to accept challenges. This one, I think, also is very relevant to stay in touch with the professional community, go to events, share with your peers and your colleagues. You know, together we are stronger, right? So learn from each other, support each other, things like what we are doing now, sharing this lovely moment. And I think it is very, very positive that always stay in touch with your colleagues. And of course, never give up on your objectives. I can definitely
tell about this one. Never give up, even if they look far away. It's important to stick to your projects and dreams. And last but not least, whatever happens, always believe in yourself. Remember your words, and it's always keeping a positive attitude works wonders. So this is try to keep a positive attitude. So I think this is really a key for your career and your life as well. So all in all, if you ask me what my pillars are in my career, but I would say also in my life, I would say three things. One is very hard work. I learned this one from very early age, only by observing my parents. I think this working hard, working with passion, really, really makes a difference. The second one is personal and professional integrity. No matter what, you always stick to your good values. And the final one is resilience, because, you know, career is part of life, right? So just like life, there will be challenging moments, there will be bumps on the road. And, you know, it's not a problem if you fall. What you have to do is stand up and keep on going. So I found the combination of these three pillars to be really, really a really powerful tool. And I think this combination can get you through everything, or pretty much. So finally, I would like to thank you to SPE Basra section and Women in Energy Subcommittee, Zul, Aura. Thank you for this fantastic moment and for sharing this. And to all the people that supported me in this journey that is still ongoing. And to all of you, the attendees, my fellow speakers, thank you so much for this moment. And I would like to close this out with a quote that I like that says, where there is a will, there is a way. So thank you very much, and good night to everybody. If you have any questions, I'd be very happy to answer, either now or if you would like to contact me at later stage, you can find me on LinkedIn or can request my contact via the SPE, no problem. Thank you. Thank you very much to everybody. Thank you, Mariana. Thank you so much for your interesting to join us today, and for your efforts. And I have one question for you, actually. You mentioned you are working not too close with your family, of course, and you are not in your country, you are now in Basra. So how can motivate yourself each day to continue? So you don't miss like your family, how you can just deal with this challenge? You know, I think, Rusul, that these days we have so many options to stay connected with technology, right? That this makes it like really, really much easier. Imagine back in the day when there were only letters via normal post. That was a challenge. But these days I think we have to take advantage of all the technology we have available. Of course, you always miss the physical presence, and I try to visit, well, now with the COVID, you know, I have not been back to Argentina in over 2 years, that I have not seen my parents and my brother. I saw him more recently, but not in Argentina, but still. Anyway, I think we have to make use of all the technology we have available to try to stay connected. No, I think it's especially now Corona. Especially yes, now, exactly. Now we are all experts in all this technology. Thank you so much, Mariana. Guys, I wanted to explain to you in Arabic language. سألت ماريانا عن يعني واحدة من الصعوبات اللي أنا خطرت ببالي إنه هي بعيدة عن أهلها وهي حاليا بالبصرة. فشون قدرت تحفز نفسها يومية وشون قدرت يعني تتغلب وتستمر يومية تستمر بهذا العمل.
فهي من وجهة نظرها أنه حالياً الحياة تطورت وأكو هواي وسائل يعني connection online، فهي تقول أنه أنا جاي أتواصل وياهم online ويعني الحياة تطورت مو إلا نتواصل وياهم face to face. فشكراً إليك ماريانا. أعتقد أكو فد شخص. أوكي زينب عدنان، can we ask now? Yeah, you can Zainab, you can just open your microphone. Okay, thank you very much for this meeting. Thank you for all of the ladies that we have here in this afternoon. And I just wanted to ask the lady about the main difficulties that she faced during her career and what the main advice that she can give us as Iraqis or Iraqi women working in this in the oil and gas sector. Thank you very much. Thank you. Thank you for your question. Well, I think in my case it's related to Rusul's question because of the fact that I'm from a place so far away. Of course, you sort of feel this detachment, but again, luckily we have so much technology and opportunities to stay connected. But at first, the first impact was a bit, it took me, you know, a few weeks to adapt to my new reality. But of course, with the excitement of the new job, it all quickly, that helped a lot, no? So my advice for people that want to go this way, like, going after a dream job or pursuing a career overseas, if that's what you want, is to give it a try, to stick to your objective and definitely stay connected to your circles, you know, to your close circles for support, because that is a key that will make you succeed. But definitely, the feeling of achievement when you go for it and you actually realize you've made it work, that's a really fantastic. Maybe you have to go through uncomfortable moments of adaptation, because it's normal, it's human nature. But with the support of your close circle, family, friends, your close people, you can make it happen. And it's a great feeling when that happens. Thank you very much, Mrs. Malian. Thank you very much for this. Thank you. Thank you. Thank you, Mariana. Mariana, can you write your LinkedIn account on our chat? Because some of our audience asking about it. Yeah, I will write just my name, and after that I can share the link. But I think by name you can find me. So write the same name you are already writing here, Mariana. Okay, I will write with my last name. Okay. And also there is another question for you. Yes. From Neda. She asked about how you can manage between family, work, and your success. Thank you. As I said, you know, Rusul, when she contacted me and invited me to this to be here tonight, and she was saying, because she's so nice, and she was saying, yeah, your story of success. And I said, you know, Rusul, I'm not sure if it's a story of success. It's definitely a story of a lot of efforts done. I think it's like everything in life. You manage to find a balance between the things that you really want to do. Of course, depending on the circumstances, it's very personal, no? For example, in my case, not having children, that is, you know, probably women with children could not be doing this type of rotational work, it's more difficult. So it's a lot about personal circumstances as well. But I think
you know, like my quote that I used at the end of my presentation. If there is a will, if there's something like you that you really, really want to do, somehow you will find a way. It's like, you know, like things sort of accommodate themselves, even if at the beginning it makes you doubtful, like, is this going to work? Or it's amazing. Sometimes so definitely, if you want to go for something, if you have a target, I would say try to go for it or go for it, even if at first you have a doubt, question marks. I felt like that a lot, for example, when I moved out of the country, no? I was like, oh, is this going to work? It's so far. A lot of emotions. But you start on it, you do it, and then you will see how things start to, you know, find the right place and start to balance themselves. It's really amazing. So you will see. It happens. Thank you so much, Mariana. Thank you all of you guys. Sorry, I cannot give more time for a question because our time is limited. So now we will transfer to Ms. Huda. Mariana, can you close your sharing? Yes. Thank you very much. Once again, stop sharing. حاليا يعني احب ارحب بست هدى ست هدى مديره قسم بهيئه التخطيط والدراسات شركه نفط البصره ست هدى تفضلي اليك المايك السلام عليكم بس لحظه خلي اسوي شيرنج للسكرين مالتي السلام عليكم جميعا مساء الخير صيام مبارك إن شاء الله الله يعود عليكم بخير وصحة وسلامة بس تصحيح المعلومة أنا مسؤولة الشعبة في هيئة الدراسات والتخطيط والمتابعة الشعبة الرئيسية في شركة نفط البصرة الحلو بالموضوع أنه مس ماريانا ذكرت أنه المقولة اللي هي if there is a will there is a way which I already put it as a in heading بالاسم مالتي طبعاً أنا رئيس مهندسين خريجة ميكانيك هو ماي أو البايو مالتي تخرجت من عام 1900 دورة 1992 بعدها تعينت بشركة نفط البصرة يعني كانت عندي عدة مايلستون في بالشركة نفسها المايلستون كانت في أنه أنا بقيت في عدة مكانات أو انتقلت من مكان إلى آخر طبعاً willingly و to complete the picture كلها واكتسبت خبرة كلش كبيرة بيها بس طبعاً اعتيادي ماكو فشي يجي هو يعني خلينا نقول محض الصدفة أو بدون ما إنه أنتي تتعبين عليه أو take a big effort أو إنه يكون فد إشكالات بي أكيد في ذاك الوقت كل إشكال يعتبر ضخم إلى أن يعدي المشكلة مالته أو يعدي الأزمة مالته ويكون هو عبارة عن lesson learned بنهاية طبعاً أو بداية أي إنسان يفترض أن يكون عندك في الشخص فد ايديال كمسلة إنه أنت تعتبرها كصرح ليكون هو قدوة أو يكون هو مثل أعلى بالنسبة لي كهدى أنا مثلي الأعلى والدتي أو هو بالأحرى والدي ووالدتي الله يرحمهم لكن بما أنه إحنا جاي نحكي حالياً عن الومن إن إنرجي فأعتقد أنه يعني بمكانها الصحيح أن أذكر هنا والدتي اللي هي الطبيبة النسائية الأولى بالبصرة تخرجت في عام 1959 من جامعة الرويال بريتش ميديكال كوليج إن يوكي هي تعتبر المثل الأعلى مالتنا وطبعاً بنهاية في حالة إنها في ذاك الوقت وأنا ذكرتها هنا if there is a lack of facility at that time إنه وقدرت تنجح وقدرت تكون هي الطبيبة النسائية الأولى في البصرة بالوقت اللي لاكو كلية ولاكو جامعة وقدرت إنه إحنا تكبرنا إحنا هذول الخمسة وإحنا هاي educated والحمد لله فبنهاية إنه everyone can
do everything he could. طبعا كثير من المصاعب اللي مرت بينا فترة الحرب والحصار من ضمنها انه كنا في امتحانات البكالوريا وجبنا معدلات عالية وقصف وحرب وهوسة، لكن كانت هي من الروعة بمكان انها تهدي علينا وتخفف، خاصة انه يعني نساء يعني قبولهم بالمواضيع يكون صعب وجود القصف او انه انت تحل بالمسائل او انه هو المستقبل. فيعني من الضروري بمكان انه انا اذكر هنا الوالده ودورها ودور الوالد بالذات، ولا يزالون لحد الان عندهم بوث للاطباء الرواد في مستشفى كليه الطب مستشفى التعليمي. بالنسبه لي اول مايلستون كان في شركه نفط البصره انه انا تعينت في هيئه المشاريع قسم إدارة المشاريع. أول جوب أول تاسك أخذته في الموقع نائي يعتبر غرينفيلد بأرطاوي، بالوقت اللي حتى ماكو أي شيء، والصور هذه صور حقيقية حطتها إنه كانت أرطاوي عبارة عن أرض وكان بها عدة مشاريع، خزانات أنابيب ومجمعات حقلية، كان يعني الفاسيليتي تقريبا صفر. المشاكل اللي واجهتنا في ذاك الوقت إنه كون امرأة بالذات يعني انه ما كانوا يقبلون يسمعون من مهندسة يعني سايت انجينير يابا هذه خطأ هذه صح، حاولوا تسمعوها حاولوا تغيروها بس ما كانوا يسمعون. بالنهاية المطلوب من عندنا ان ننفذ العمل، يعني انت عندك مدير يجب ان انت تحولي له النتائج، فيفترض ان انا واحد يستخدم his mental engineering practice انه خلاص ان استعين باشخاص اخرين ان انه اشوف لي طريقة اخرى في سبيل ان انجح العمل بغض النظر عن المشاكل الموجودة. فهنا يعني هاي تقريبا معظم الصعوبات اللي كانت او من اهم الصعوبات، لانه ايضا اللوجستيك كان في شكل الصعب، بعد المسافه أرطاوي ساعتين ونص عن البيت روحه رجعه، يعني فكانت كل شيء هوايه مشاكل. بس يعني هاي تعطيك اولا كونفيدنس، ثانيا خبره، لان لازم المهندس يبدي بالسايت راح يتعلم اسرع، راح يواجه الامور اللي حتكون قدامك، الاشياء كل شيء كل المشاكل موجوده، يعني أوكي رغم أنها تكون صعبة جدا بس بالنهاية راح تحصل على يعني نتائج وخبرة رائعة. فالنصيحة هنا أنه يعني be calm، أنه يفترض أنه واحد شوية يستخدم عقله يأخذ الأمور ببساطة وبنفس الوقت يحاول ينجز العمل، لأن مطلوب 100% أنه أنت تكمل العمل بغض النظر عن المشاكل اللي تصير. الفرصة اللي واتتني أنه بعد 5 سنين من إدارة مشاريع ومواقع شمالية وجنوبية وشامية أنه أنتقل إلى قسم التصاميم. قسم التصاميم يعني كان قسم رائع جداً في وقتها، الحكي بال 2005 تقريباً. صراحة أنه من تنقل من مكان إلى مكان آخر، ورغم أنه هو تصاميم ميكانيكية وأنا أساساً ميكانيك، لكن بالنهاية هنا رح نبدي إحنا من سكراتش، يعني من الصفر. في أي مكان تنقله يفترض أن رح تبدي من الصفر، لأن نوع العمل هنا رح يفرق. فهاي واحدة من التشالنجز الكبيرة اللي صارت، زائد أنه أي نعم إحنا صارت عندنا خبرة بالمواقع، بس من تجي إلى اختلاف الدومين واختلاف الكايند أوف انفورميشن education، هنا لح تخلق فد كومبيتيتيف بتوين، أنه يعني كوليجز بيناتهم رح يكون أكو فد اختلاف. فلازم أنها حتى تبرز، حتى يعني to be who you are، لازم انه واحد يشتغل على روحه. فهنا النصيحة انه لازم يكون عد شوي يصير hard work، لانه البداية راح تكون بالتأكيد من الصفر بأي مكان آخر. زائد انه اعتيادي، لازم يكون اكو skills مثل من language، language كلش مهمة. يعني ترى صراحة ماكو واحد من ولد من بطن أمه يعرف كل شيء، فإذا language you can earn it today, tomorrow and forever. وأيضاً السوفت وير خاصة بقسم التصاميم تحتاج سوفت وير، وبالتأكيد أنا من جيت القسم التصاميم ما كان عندي هاي السوفت وير، ولكن تتعلم. في ذاك الوقت 2005 كان السيرف لونينج أكثر من أنه أكو دورات، حالياً أكو دورات كل شهواية أونلاين يوتيوب whatever يعني. فأعتقد أنه هذا الوقت هسه كل السهل أنه تتعلمين أي سوفت وير أو أن يكون أي خبرة واحد يقدر يحصلها، زائد اليوتيوب موجود بكل شهواية. وبالتأكيد اللي فادني بهذا الموضوع الإكسبرينس الموقعي اللي كان عندي موجود، ينطي جود فيجن وتصور واضح تقريبا عن الأشياء اللي نصممها أو اللي نكون بيها.
وطبعا في انا اللي في قسم في فتره قسم التصاميم يعني I do believe in miracles لانه لولا هاي وشويه بوزيتيفتي انه لازم يكون واحد كلش بوزيتيف يعني الحمد لله قدرت ان اكون وقدرت ان انجح وقدرت ان اسيطر حتى على العمل مالتي واطلع بالشيء اللي انا اريده وكنت فخوره بي صراحه. بعدها انصارت لي طبعا هو اعتيادي انه واحد من ينقل من مكان الى اخر في وقتها اكيد اكو ظروف معينه تخلي الانسان انه ينقل فضمن حدود الشركه نفسها طبعا ففضلت ان اروح الى قسم الفحص الهندسي انسبكشن ديبارتمنت طبعا هو اكيد ريليتد تو ذا ميكانيكال بالنهايه هو راح يكمل الصوره وكان اختياري إلى نوعا ما موفق لأنه مو بعيد وكانوا هم دائما جماعة الفحص الهندسي موجودين دائما ويانا بالأعمال أي نعم هم وجودهم جزءهم بأي مشروع قليل ولكن تأثيرهم كان كلش فعال لأن أبو الفحص الهندسي بإمكانه أن يوقف المشروع بالكامل. في وقتها كان ردت أن أحول من التصاميم إلى قسم آخر فكنت موفقة جدا في أنه أنا أختار قسم الفحص الهندسي فكانت خطوة نوعا ما بسيطة بس هي نقلتني يعني إلى عالم آخر اللي هو عالم الستاندرات طبعا اعتيادي أيضا بما أنه بديت في مكان جديد فهنا رح تبدي من الصفر بالنهاية لازم يتغير نوع العمل لازم يكون العمل أكثر وشوية واحد يتعب روحه بين قوسين. بالنسبة للفحص الهندسي الستاندرات كلش مهمة API أزمي ASTM هاي تحتاج لها وقت للدراسة فلازم واحد شوية يطور روحه لازم يصير good reader لازم يقرأ لازم يكون عنده يعني حس تقديري ما بين الستاندر اللي حيقرأ وما بين الخبرة العملية اللي هو حصلها خلال هاي السنوات كلها. يعني أنا يعني اللي يروح بمجالي الفحص الهندسي اللي أنا يعني كلش عجبني وكلش حبيته اللي أنا شوية أنا good reader صراحة اللي تحتاج إنه يكون ياخذ لفت فترة زمنية ما بين الموقع ما بين الشغل العملي حتى تقدر توصل إلى مرحلة إنه من يبدي نقرأ الستاندرات والمواصفات القياسية رح يكون إلها معنى آخر رح يكون إلها طعم رح تفتهم لويش أنا مختارة هذا النوع من الأنبوب ليش مختارة هاي النوع من المعادن لويش جاي استخدم هذا النوع من الفلويد اللي يمر بهذا الأنبوب وهكذا. فكانت يعني صراحة خبرة كلش حلوة مكان كلش حلو بس بعدها صارت التراخيص جولات التراخيص وشركات جولات التراخيص فنتيجة هاي الخبرة اللي ما بين إدارة مشاريع والتصاميم والفحص الهندسي رحت إلى هيئة تشغيل غرب القرنة الأولى وهي شركة أكسن موبيل كقسم بالتخطيط بقسم التخطيط طبعا قسم التخطيط كانت المقابلة هاي لفظ ما كانوا يقبلون أي أحد لأنه من عندما توصل للتخطيط وهي أكسن موبيل يحتاج من شخص خبرته شوية عالية. الحمد لله والشكر أنا تجاوزتها هاي الانترفيو اللي يعني كانت رائعة صراحة لأنه كانوا موجودين يمكن 6 أو 7 اللي يعني بالانترفيو ولأن أكو خبرة عملية ويعني نوعا ما نولج عالية فانقبلت بيها وبقيت. اللي كانت الصعوبات الأكثر الموجودة هنا هو أنه اختلاف فلسفة العمل ما بين الفلسفة اللي نتبعها إحنا بشركة نفط البصرة وما بين الجزء المشترك ويا هيئة تشغيل غرب القرنة ويا الفلسفة اللي تتبعها أكسن موبيل. فهاي حتى يعني كمانجمنت وحتى يصير في نوع من الكومباتيبليتي بيناتهم يفترض أن يكون يعني تستخدمين فيها كل المعلومات اللي عندنا كل الجاجمنت الموجود كل المنتاليتي الموجودة في سبيل أنه يصير هاي المانجمنت. زائد هنا ضروري أن يكون خاصة ويا البلانينج ضروري أن يكون نوع من أنواع السكيلز المهمة اللي هي الكوميونيكيشن صراحة الاكسبيرينس كلش مهمه هنا يعني الاستراتيجي المفروض واحد يكون هو مقتنع بيها حتى من تبدي تسوي كومباتيبلتي او تغيير او نوع من انواع الشيرنج بيناتهم المفروض انه واحد يعني خلينا نقول هاضمها كلها يعني دايجستد فيري ويل هيك شيء.
فهنا القضية كانت حلوة أنه كانت خبرة كلش رائعة بالبلانينج، زائد أنه يعني صراحة كانت أكسن موبيل فعلا حاولت يعني فنقول تأخذ الأوبورتونيتيز من كل الأشخاص الموجودين ودخلهم في دورات اللي هي كانت دورات الليدرشيب اللي دخلناها، وكانت أكو هناك دورة رائعة جدا اللي هي 7 هابتس لستيفن كوفنز واللي يعني خذونا بها دورة كانت جميلة جدا لمدة أسبوع. الصراحة يعني I do recommend إنه اللي يريد يطور روحه حقيقة يا أما يدخل هاي الدورة يا أما يقرأ الكتب اللي بيها يا أما الإصدارات الموجودة، لأنها كلش كلش مفيدة ويعني كلش تفيد في الجانب العملي. هنا حتى خبرة راح تعطي طريقة العمل، طريقة الدراسة شلون راح تكون، طريقة الإكسبرينس شلون راح تحصلها، وشون راح تقدرون إنه أنتوا تحتفظ بهاي المعلومات بعقلك بفترة كلش طويلة. بعد ما أنا كنت هنا بالبلانينج اللي بويا وزقرنا وان توقفت عن العمل لمدة سنتين نتيجة حادث معين، يعني أخذت إجازة لمدة سنة ونص تقريبا أكثر إلى سنتين. بعدها رجعت إلى شركة نفط البصرة بالهيئة الدراسات والتخطيط والمتابعة، وظليت صرت مسؤول شعبة رئيسية اللي هي الشعبة الفنية اللي حاليا أنا أشتغل بيها. وطبعا مكان العمل هنا اختلف نوعا ما، ولكن يبقى البلانينج هو بلانينج. بإمكان أي شخص أن يحول مكانه إلى مكان بيزي تشتغل به، يكون هو بالكثير من العمل، الكثير من التعلم، الكثير من الخبرة، وبالإمكان أنه يحوله إلى فتشي جامد ويكون هو عمل روتيني ويكون هو عمل يومي، خلاص بس مجرد واحد يروح للشغل أو يرجع. تبقى الخبرة، الخبرة هنا كلش ضرورية. في أنا حاليا صح مسؤول شعبة رئيسية، ولكن اللي جانا الموجودة اللي موجود في نفط البصرة يعرف أنه بغض النظر عن مكانك بإمكان أنه تشترك بعدة لجان بعدة مكانات بعدة شغل. أنا أحمد الله وأشكره أنه جاي أشارك بمكانات بعيدة عن البلانينج بس ضمن الاختصاص، لأن الخبرة كانت موجودة عندي الحمد لله والشكر كانت شوية عالية. طبعا كلها بالنهاية هنا هاي خلينا نقول السيرة السريعة اللي حكيتها ما تخلو من صعوبات كلش هواية، وهاي الصعوبات تحتاجون بها أشخاص يكونون سبورتيف يكونون موجودين. بالنسبة لي أنا شخصياً كان والسبورت اللي وطبع موجود عندي اللي هو زوجي، ويعني هو هيز جريتست سبورت موجود، وهو يشتغل ويانا يعني بنفس الشركة. ويفترض أنه صراحة أن يكون هناك صديقة يعني أدور كوماندد لدي، لأن لح تفتهم بالنسبة لي يفتهم يعني support me very well، خاصة بالأوقات اعتيادي 100% كلتنا نمر بأوقات صعبة، كلتنا نمر بفيليرز، كلتنا نمر في أوقات نحتاج بيها واحد يقول لنا مي خالف أوكي go ahead جاوزوها أو امشي هسا وبعدين عوف السالفة اللي بعدين. فها كانت الصديقة الرائعة صديقتي. وطبعا المدير اللي هو ينطيك المساحة اللي تشتغل بيها، وأنا هنا يعني من الضروري بمكان أن أذكرهم الثلاثة لأن يعني لهم دور كلش كبير في حياتي في أنه هم يعني يساعدوني وسندوني وأكون بالمكان اللي أنا بي. بالنهاية إذا ما كان أكو فد مانجمنت عائلي داخل البيت يساعد في أنه ينطيك المساحة أنه تشتغل، وطبعا اعتيادي التوفيق بين البيت والدوام والشغل والشغل الإضافي اللي تاخذينه وياش للبيت، لأنه عندما تكلفين بمهام أخرى غير مهام الدوام العادية المفروض لها وقت آخر داخل البيت. هنا يفترض أن يكون أكو نوع من أنواع المانجمنت للمرأة في أنها إدارة المنزل، زائد الموافقة والسبورت من رب الأسرة اللي هو الزوج، وبالإضافة إلى هذا أن التاسك الإضافية اللي تنطي لك إذا ما كنتي أنت قدرها فبهالحالة لح تحرجين المقابل وتحرجين اللي انطاك إياها وتحرجين الشخص اللجنة كلها. فهاي هي اللي تعطينا دافع إلى أنه واحد يشتغل. وطبعاً أكيد كل مرحلة إلها إيجابياتها مثل ما إلها سلبياتها. منو قال أن الصعوبة هي مو فتشي يقويني؟
ترى المثل اللي يقول الضربة التي لا تقتلني تقويني، بالعكس ربما الصعوبة بعد ما تنتهي راح تكون فتشي رائع جدا، أو بالعكس أنا إذا ما عندي شيء أسوي له تشالنج خلي تشالنج مايسلف بهاي المهمة أو هذا التاسك أو هذا المكان أو هذا يعني المشكلة اللي موجودة وكيفية حلها. واحدة من الأشياء المهمة اللي تعلمتها إنه عندما أكو مشكلة أود أرفعها إلى الإدارة العليا أو إلى إدارتي، لازم أقدم قبل لا أقدم المشكلة وإنه أنا عندي هذا إشكال، لازم أصلاً أنا ألاقي الحل إلها، أنطي بيها سلوشن، أنطي بيها المقترحات أو الريكومنديشن الموجودة على مود تكون أنا أقدر يعني بالمقابل راح يقدر إنه أنا فاهمة الموضوع وإنه أنا بس مو جاي أرفع مشكلة إنما أنا أريد الحلول. طريقة التفكير بهاي الحالة إنه عد ما أنا أجد حل لهذه المشكلة أو أتلس مقترح أيا كان، حتى لو كان هذا المقترح غير قابل للتحقيق، بس المهم أحطه أدونه أسجله. وهي واحدة من الأشياء اللي قلت لك موجودة في 7 habits رسل، بالنهاية هي يعني خلينا نقول طريقة أو استراتيجية الإنسان يمكن أن يتبعها لأجل أنه يحقق الهدف اللي هو يريده. وإذا ماكو هدف، إذا ما نحط لنا إحنا هدف، فما إلى داعي أصلاً أنه تمشي الأيام إلا أنه نكون إحنا ماشيين اعتيادياً بدون ما أنه إحنا نفكر أنه ننجح، لأن إذا ماكو هدف ما ممكن تنجحين أبداً. وللعلم الهدف مو شرط أنا أخلي هدف في نهاية الطريق، لا، أخلي لي أهداف صغيرة صغيرة، خلي أخلي لي هدف أنه أنا أنجز التاسك اليوم، خلي أخلي لي هدف أنه أنا لازم أسوي لي بريزنتيشن أو لازم أن أحضر هذا السيرموني. هذا هدف البسيط little things means a lot، شوي شوي تكبر إلى أهداف الكبيرة وكل شيء يتحقق، ماكو شيء ما يتحقق. طبعاً اعتيادي الامباورمنت بالشغل مالتنا، بالجروب الموجود، بالمجموعة الموجودة، يعني أنا لازم ما ننكر وجود الفريق اللي موجود اللي يشترك ويانا بالشغل، اللي لأنه إذا ننكر جهودهم بالنهاية إحنا عندنا إيدين اثنين بس وعيون اثنين، ربما أكو فكرة بس تطبيق هاي الفكرة يحتاج لها ناس، يحتاج لها فريق، يحتاج لها أشخاص ويانا. أو ساعات هي مجرد نصيحة صغيرة من شخص ربما ما له علاقة بالموضوع أو خارج البوكس يفيد كل شيء هواي. فإحنا لازم دائما نفكر out of the box، إنه نستشير، نسأل whatever person you can ask for، إنه تقدرين إنه أنتي تأخذين من عند المعلومة أو إنه نستطيع إنه إحنا نناقش بالموضوع. وما أعتقد السؤال مهما كان وإذا كان سؤال يعني حقيقي وسؤال مهم ما ممكن ما أحد يجاوبنا عليه، وبالنهاية لح يكون إن إحنا المنتاليتي مالتنا هي اللي لح تقرر شغلنا ونوع الاختيار اللي إحنا نريده. شكرا جزيلا لكم وشكرا لكل الموجودين وشكرا لكم اللي دعوتوني اليوم، وأي سؤال أنا موجودة. ست هدى، أول شيء يعني أحب أقول لك شكرا جزيلا، يعني أنت اليوم يعني طيتين حافز قوي إنه الموظف بالشركة الحكومية ماكو حدود لإنجازاته، ماكو حدود لأهدافه. يعني شخص مثل حضرتك يعني هيك قابل تشالنج، فأنا ما أقدر أخذ وقت أكثر لأن الصراحة عندنا واي أسئلة وبعدها راح تكون أكو مداخلة من دكتور حسين. فدكتور إن شاء الله بعد ما نأخذ الأسئلة اللي تخص ستهودة، ستهودة كان أول سؤال من صفا ذكرت إنه هي مهندسة ميكانيك، فشنو نصيحتك المهندسين ميكانيك الحديثي التخرج اللي بعدها ما متعينة؟ الحديثي التخرج أو حتى اللي بعدها متعينة، نصيحتك للدنيا خلي نقول هسا first of all believe in yourself، الثقة كلش مهمة هنا، إذ ما تثقين بنفسك راح يكون لك كل شيء، كل الآفاق مفتوحة لقدام. زائد يفترض أن تسلحين بالسكيلز، السكيلز كلش مهمة. قلت لك الإنترنت هسه كل شيء بي، اليوتيوب كل شيء بي، شنو تردين تتعلمين بإمكانك تتعلمين. ربما أجت لنا وقت إحنا ما كانت هاي الأشياء كلها موجودة. بالنهاية فأي مهمة تردين تسويها رقم واحد أولا الثقة، وطبعا التوكل على الله هاي بالنهاية أولا وأخيرا. واللغة إلها تأثير كلش كبير،
صراحة يعني من ضمن الأشياء المهمة، من ضمن السكيلز اللي كلش مهمة، هي اللغة. لغة لها تأثير كلش كبير، خاصة إنه يعني ميكانيكال إنجينير، الستاندرات كلها باللغة الإنجليزية، المعلومات كلها بالإنجليزي، والخبرة كلش مهمة هنا بهذا المجال. زائد شوية المرأة تحتاج إنه يعني خاصة في شركتنا صراحة تحتاج إنه شوي ورك أكثر هاردر حتى تثبت وجودها. وميكانيكال إنجينير يعني صراحة هو أكو يجي سؤال ست، ولو أنا قاطعتك، تقول لفتني واقع العمل تعيشينه، حبيت أسألك كيف قدرتي تتغلبين على الصعوبات كونك امرأة؟ يعني إذا أقول إنه أنا اشتغلت دبل حتى شوية أبرز، لأن إحنا ندري أن الميكانيكال إنجينير is a male domain، وزائد أنه يعني مبدأ أنه أنا ماكو شيء ما أقدر، يعني there is nothing you can't do. ما معقولة أنه هو أكو أحد أحسن من أحد بهاي الدنيا، مستحيل. إنما الشخص اللي إذا أكو شخص أحسن مني فهو لأنه النولج مالته أحسن من عندي، السكيلز مالته أحسن من عندي. إنما ما أكو أحد أحسن من عندي، لا مستحيل. خلاص، هي هذه المبدأ الأساسي. كل ما تتعلمين أكثر، كل ما يكون عندك خبرة أكثر. زائد أكو شغلة هم كلش مهمة شوية صراحة، بالنسبة للميكانيك والبنية صح صعب جدا. يعني أنا تخرجت، إحنا دفعتنا 300 طالب، كنا 9 بنات فقط. فأنا أدري هي ميل دومين، بس حتى تبرزين تحتاجين شوية تشتغلين أكثر بهواي، من حيث العمل، من حيث الشغل، من حيث الكونفيدنس، من والخبرة، وريدينج، a lot of reading كلش مهمة هذه. شكرا ست هدى. طبعا أكو بعد سؤال لفتني، بس يعني راح أغير شوية الصيغة، ما هي تقول شلون قدرت تحافظين على حجابك؟ أنا أقول يعني هل إنه الحجاب عائق؟ لا أبدا. بالنهاية ترى للعلم أنا هسه حالياً أعتبر disabled، لأنه يعني وقفت سنة ونص، صار عندي حادث وخذت إجازة سنة ونص ورجعت. بس من رجعت أنا يفترض أن أرجع أنه أوكي أنا disabled، أوكي أنا على عكاز، لكني بالعكس قدرت أشتغل وأنا planning، وورا العكاز أصلاً صرت مسؤول شعبة رأسية، ولا زال أشتغل ولا أزال أنه أعمل. ترى ماكو شيء يمنع أحد أن يعمل، ولا يعني يمكن الصورة الثانية هنا أنا حطتها، يعني عمدت أحطها لأن أنا على عكاز، وهذه العكازة موجودة الصراحة للي ينتبه على البرزنتيشن. فالحجاب مو بالعكس، يعني إذا كنت أقدر أنا أمشي على عكاز وأقدر أشتغل وأقدر أكون مسؤول شعبة وأقدر أدخل بألف لجان ولجنة وإلي مكانتي وإلي عملي، فالحجاب يعتبر فشي نورمال. شكرا لك ست. بعد اخر سؤال راح ناخذ، طبعا لضيق الوقت، اللي لهمتك ست واللي خلتك توصلين لهاي المرحله؟ اللي الهمني واللي خلاني انا اوصل هاي المرحله قريتها، اللي هي الوالده الله يرحمها، هي كانت يعني المثل الاعلى، كانت طبيبه من حكيمه جدا، من 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 يعني ما اعرف انا بالنسبه لي وبالنسبه لخواتي الاثنين كانت من الروعة، بمكان أنه قدرت تنتج أو قدرت تحفز ثلاثة. هسه احنا بعيداً عن الأولاد، إنما البنات اللي هي طبيبة وصيدلانية ومهندسة، وبالوقت اللي هي طبيبة ومشغولة ودوام، وكانت الوحيدة بالبصرة، وفي ذاك الوقت الخمسينات والستينات ترى الحياة كانت جداً صعبة، ورغم جداً قدرت نجحت وصارت إنسان، يعني لا يزال حاليا موجودين صورهم وأدواتهم وكتبهم في متحف الأطباء الرواد. فيعني أنا فخورة جدا بيها، ودائما أذكرها بكل وقت، والحد الآن نصائحها اللي ترن بذاني وترن بذان خواتي وإخواني، لأنها فعلا يعني رائعة صراحة. شكرا لك ست هدى، وشكرا لوقتك. احنا حاليا طبعا نعتذر منكم حضورنا الكرام، الوقت جدا ضيق، وراح نستقبل الدكتور حسين، بروفيسور هندسه نفط، متقاعد من المملكه العربيه، من المملكه المتحده العفو. دكتور حسين لحضرتك دقيقتين، تفضلوا. اهلا وسهلا بك. السلام عليكم، وشكرا جزيلا على الفرصه. حقيقة أنا ما عندي أي كلام، مجرد يعني شاركت قبل لحظات. ف the only things I can say, I am proud of you. I am really, really proud of you to see such event
and to see such achievement as well. And women like Ms. Huda or Mrs. Huda and the and you as Rusul as well. Thank you. And this is a great activity, actually. I'm proud of you. يعطينا نوع من الأمل حقيقة واحد يفرح أحيانا في وسط الأخبار اللي نسمعها والأشياء اللي نسمعها عن العراق مثلا واحد مرات يكون حزين لكن really I'm happy to see such a people such achievement that's really there's a light at the end of the tunnel هناك ضوء في نهاية النفق and people like you will make things successful الناس مثلكم راح يعملوا أشياء ناجحة وتعمل أشياء ناجحة الإرادة تملكها السيدة هدى المهندسة هدى إرادة جدا قوية وعظيمة ويا حبذا بقية البنات أو النساء في بصرة في البصرة وجنوب العراق بشكل عام يتخذون من الست هدى فمثال مثال على المثابرة to achieve to work hard to get the things right it's very difficult I know but at the end of the day if you have the will إذا عندك الإرادة you will succeed so really I don't have many things to say rather than I'm really happy to be listening to you. I am, yes, I am retired. I am more than 65 years old. I am 70 actually. I am a professor and I have done so much work in industry. في النفط, في الغاز, في الكهرباء, في دول كثيرة. زرت أكثر من 35 دولة. عندي كتب مؤلفات, لكن اليوم أنا جدا سعيد أشوفكم أنتم بهذا المستوى. وهذا يعطينا أمل كبير جدا. في عراق حاليا نعاني كثيرا لكن انتم ان شاء الله الامل so I wish you all the best I'm really happy to talk to you in these few seconds and I thank you as well to give me the opportunity so very good luck for you حظ سعيد لكم and ان شاء الله موفقين بعون تعالى ورمضان كريم بعد اذنك اتمنى ان اشكر شكرا جزيلا دكتور هذه شهاده اعتز بيها انه تكون انه يعني من شخص بهذه المكانه وبهذا الخبره والنولجمنت انه يعني يشيد بالخبره اللي عندي انا ممنونه جدا من عندك وان شاء الله في يوم من الايام تسمع اكثر واكثر عن كل بنات البصره يكونون بهيك روعه وإن شاء الله الأمور كلها تصير زينة وتزورنا بالبصرة إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا لك أستاذ حسين شكرا لتواجدك اليوم وشكرا لاهتمامك بالموضوع أحب ما أحب أخذ من الوقت أكثر بس أريد أقول شيء دائما يعني من أنا صغيرة أبوي يقول لي إنه إحنا خلقنا بالحياة حتى نوصل رسالة سواء انه انت تعينت وخلص يعني راتبك مضمون البوزيشن مالتك زين او اذا انت اشتغلت بشركه انترناشونال سواء كانت كلاينت او شركه سيرفيسز او اي كانت انت لازم توصل رسالتك بالحياه يعني زكاه العلم نشره ويعني حلوه هاي المناقشات وهاي الجلسات الحواريه حاليا راح ننتقل للدنيا اذا موجوده وجاي تسمعنا ست هدى شكرا جزيلا لك اذا ممكن بس تسوين شيرنج اذا عفوا رسل تسمحيني بس كلمة أخيرة تفضلي ست أروى أنا حقيقة جدا جدا سعيدة أنه أنا كنت اليوم معاكم وشكرا لست هدى حقيقة فعلا أعطيتينا الأمل أنه العراق الحمد لله بأمل إحنا حقيقة كنا قريبا نفقد الأمل يعني بس أنا سعيدة جدا أنه عندنا هذه الطاقات ما زالت موجودة أنا في شركتي دائما أفخر بأني عراقية وكل الناس هنا أنا دائما ينظرون للعراقي نظرة إكبار واحترام وإجلال دائما ينظرون للعراقيين أنهم أصحاب الشهادات وأصحاب الخبرات وأصحاب العلوم وهم منبع الحقيقة منبع الحضارة ومنبع العلم وأنا بديت رسالتي اليوم بهذا فكوني أسمع هذا الشيء من يعني من يعني إنسانة رائعة مثل مس هدى أعطتني أمل كبير إنه العراق حي يعني مصيره حيرجع منبر للعلم وبث العلم للعالم كله مثل ما كان في قديم الزمان فأشكركم جدا أنا بس لأنه الوقت عندي 11 وربع الأولاد لحد الآن مو نايمين محتاجة أروح لأنه الدنيا انقلبت بالبيت فسعيدة جدا مرة ثانية أني أكون معاكم وإن شاء الله فرصة أخرى نلتقي مع بعض على خير بإذن الله وأتمنى لكم كل التوفيق أهلا وسهلا ست أروى شكرا إليك ست دنيا إذا جاي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا دا شير سكرين بس ما أعرف إيش دا يطلع أستاذ حسن إذا جاي تسمعنا أنت مسوي ملتي شيرينج لو لا إيه ست هو مسوي ملتي شيرينج
just you can يعني بس ضغطين على share screen. اوكي اوكي بينت عند حضرتك الشاشه؟ لا ما بينت عندي حد الان. ليش سته؟ اوكي تقدري ترسلينها الي على الواتساب اذا انا جربتها كانت كلش اوكي بس ليش ما دا يصير شير سكرين؟ دا يصير هيئتها تمام؟ هسه؟ هسه ماكو اي شيء. هسه اي حاليا اي ثواني اي بالضبط. تعذريني لانه خبرتي شويه ويا الالكترونيات مو كلش قويه. وكل مره بنتي على راسي اليوم عندها خفاره بالمستشفى فبقيت وحدي فانت راح تكونين بنتي المساعده ماكو فرق. الله يخليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موضوع محاضرتي يعني البرزنتيشن مالتي انا راح يمثل العصر القديم اللي my daughter always told me that I am from old generation. But I think whatever our generation, it is based on our time now, because people was very educated people and we have a very nice society and people understood everything. I hope people now also will grow on and have a nice thinking. My name Dunya Abdel Sahib Shamma. I am expert in oil ministry. My birth 1955 and I got my baccalaureate at 1976 and master degree at 1986 from Baghdad University. So I spent all and my life in Iraq. I never leave Iraq. So my journey life is about 43 years. It's a long journey, possible more than the age of anyone listening to me. I was appointed in 1977 in the Ministry National Oil Company after taking a pledge. What do you know? What is a pledge? A confirmation to agree that we should work in the field. يعني كانت عندنا مشكلة أنه ما قبلوا يعينونا في بداية تخرجنا لأنه كانت أول وجبة بنات مهندسات نفط. كان اكو بنيه وحده سابقه انها بس تعينت معيده بالجامعه، فاحنا السنه اللي ردنا نتعين من قابلنا الوزير قال توقعون تعهد ان تعملون similar to me as oil engineer on the rig and out in the field. ف كلتنا all of us accept this confirmation because we believe that we can do it although it is for the first time. We trained I will speak over that. We trained for 1 year in South Oil Company. ومن رحت النفط الجنوب, that was I was surprised that there was a lady before us, Miss Emel Shenshel, which is a super reservoir engineer, and they said she was working day and night all the time, and she's very clever, and so they have a good idea about what a woman can do in the field. I worked in North Oil Company for 4 years as a drilling engineer. من رحت شركة نفط الشمال اشترط أنه أكون drilling engineer and work on the rig similar to the mill. I say okay, no problem. So I complete my work for 4 years, and then after 4 years I come back to Baghdad and work as a reservoir engineer in National Iraqi Oil Company, and then as a reservoir engineer in the Field Development Directorate, Reservoir and Field Development Directorate in the Ministry. I participate in, during my job, I participate in many reservoir studies and also in technical committees. The memorandum of understanding, one of them is the memorandum of understanding, اللي هي مذكرات التفاهم with Norwegian people and the steering committee with Russian Luke Oil Company. So why I speak about that? Because you should know that around people around me were very nice people. And they believe that I can do
whatever they asked me to do, because I worked hard to prove that I am a good interviewer. My last position was a manager of petroleum data division. Also, during my work in the ministry, I work as a lecturer for reservoir management subject in Baghdad University, petroleum engineering department since 2005. And وبهذا المجال أنا مشكورة جدا لدكتور محمد صالح اللي هو ساعدنا مع بعضنا في إنجاز هذا موضوع الريزرفوار مانجمنت ودخلنا إلى كلية الهندسة فطلب مساعدتي في تدريسه باعتبار لأول مرة بالتدريس وكنا مع بعضنا يعني كان هو خير فريند إلي وخير محفز إلي للاستمرار همينا شغلي وهمينا بالإضافة إلى التدريس أنا متزوجة لأكثر من 30 سنة وعندي بنية واحدة يعني عندي حياة عائلية من كنت أدرس بالجامعة وكنت أشتغل وكنت أسافر كله كنت متزوجة يعني الحياة العائلية لم تمنعني بتاتا عن الاستمرار في حياتي ولكن هذا كله ترى ما ممكن أن ينجز إذا ما نتجاوز إحنا العقبات اللي تواجهنا ونبقى بنفس التصميم والإرادة وتبقى ثقتنا بنفسنا عالية حتى نستمر. أنا ولهذا السبب أنا أقول بشكل عام أنا ما واجهتني مشاكل بالعمل كبيرة جدا يعني أنا ما أصفها كبيرة ربما لأنه أكو بي صفة الكل يقولوا لي أنه أصعب الأمور أنا أشوفها سهلة ما طول على كيفنا وأكو ناس حاولنا نقدر نستعين بهم ونقدر بكل شيء يعني لا تتصورين أكو مشكلة ما تقدرين تتجاوزيها مهما كانت صعبة مهما أحيانا يمكن حتى يعني تعذريني يعني على هذا الكلام أنه كانت أحيانا تتمسج بالصميم كبنية أو تمسج يعني أحيانا بعض الناس كانوا يقولون أنت متأكدة أنت بنية وقاعدة تشتغلين هذا الشغل وبالليل أهلك ما يخافون عليك هذا كلش وارد تسمع على هذا الكلام بس كنت أخذه بالضحك وما أزعل منه لأنه أنا أعرف مجتمعي شنو وأعرف هذا القدامي اللي هو يداوم بالليل هو شنو تفكيره فبالعكس كنت أحاول ويا الوقت أجيب له أكل وياي لو نحاول نشرب شاي سوية حتى أحسن فكرته بل كنت يحس أنه فعلا أنا بنية يعني وأنه أنا أقدر أشتغل بالليل وماكو خوف علي أكو بعض النقاط اللي واجهتني يعني إذن بالشغل أنا كنت دائما أشوف الحياة سهلة ودائما متعاونة ودائما كنت أركض ليل مع نهار في سبيل إنجاز العمل أقرأ هواية أشتغل هواية بس كنت متونسة يعني ما أعتبرها هاي مشكلة تقدر تواجهني حتى الأشخاص اللي كانوا ما يفتهموني ويمكن أسمع منهم كلام سيء همينة متونسة وياهم لأنه يزيدون خبرتي بالمجتمع أنا صارت عندي مشاكل اجتماعية أكثر من كونها مشاكل بالعمل وأنا أعتقد هي هاي المشاكل اللي تواجه أي بنية بالمجتمع العراقي أول شيء confronting life and living alone with responsibility and separation for the first time from my beautiful family of 9 members يعني أنا بديت لأول مرة بعدني مخلصة كلية حديثة وبعدنا شباب صغار ابتعدنا عن أهلنا لأول مرة والأهل كانوا في غاية العناية ومرافعين عنا أي مسؤولية دلال مطلق يعني ما ندري شنو معنى المسؤولية وفجأة تشوفين حياتك بديتي عمل بديتي مسؤولية بالعمل بديتي مسؤولية بالبيت ولازم انت تدبرين حالك وحدك ولازم تستغنين عن العواطف مالتك اتجاه أهلك كان عددنا 9 أنفار متونسين ليل ونهار مع بعضنا رأساً شفت نفسي وحدي قاعدة بغرفة وعايشة وحدي بس هذا ما منع علماً في ذاك الوقت ترى ما كانت كل اتصالات الحديثة لكن شنو اللي كان يونسني أنه أحاول قدر الإمكان أرتب في بعض الهدايا وأتونس بيها وأرتب كذا لأنه راح أروح أشوفهم بعد مضي شهر إذن أي مشكلة
أو أي ألم يعني يتعبك ألقي له حل ونسي نفسك. ما وكان والدي من أخبره بالتليفون كان دائما يقول لي إحنا معتمدين عليك، أنت قوية وتقدرين استمري. فكنت أقول إيه خلي أرفع رأس الوالد مثل ما هو دا يريد مني. فهذا ينطيك تعزية عن الفراغ اللي يخلفه بعدك عن الأهل. المشكلة الثانية مجتمع بغداد يختلف عن مجتمع المحافظات. الآن اتطورت المحافظات ويمكن صارت أحسن من بغداد، بس دا أحكي لك في ذلك الوقت كانت بغداد تعتبر العاصمة، المرافق الموجودة بها والأشياء المفتوحة للمرأة كلش أكثر مما موجودة بالمحافظات. فمن رحت شفت مجتمع جدا يختلف، المرأة محاصرة، المرأة عندهم مكانها هو البيت، يعني يتعجبون حتى الموظفات الوياية اللي ما كانوا يطلعون للفيض كانت يعني خايفة وقاعدة في مكانها ليكون تسمع حكاية ليكون تتأثر. لكن والدي المصيبة كان أنهم ربينا أنه البنية مثل الولد والحرية من كل شيء وسوي أي شيء ما دام هو ما بي مخالفة لتعاليم الله سبحانه وتعالى وما بي تجاوز على أهلك وعاداتك. فكنت أحس بالحرية لكن أشوف الحولي يحاولون يخنقوها لأنه المجتمع الحولي. فلهذا بالبداية يمكن لمدة سنة أو سنتين عانيت لأنه الحولي من أتصرف على حريتي وشيء بسيط يعتبروه هذا التجاوز على العادات والعرف الاجتماعية. فيعني كان يشكل فد ألم بالنسبة لي. الشيء الثالث اللي واجهته أنه من صارت عندي إدارة أنا قمت أدير العمل أكو هواية أشخاص ترى يعتبرون for them أنه consider receiving instructions orders from a woman as an insult to him. يعني إهانة يعتبرها بحيث جنت من أحكي وياه يقول لي من فضلك لا ضمن مجتمع اجتماعات تحكي صيحي لي وحدي وأي شيء عجبك قولي بس لا قدام الآخرين لأنه أنا أعتبرها هاي إهانة. يعني حتى لو أنبهه لو داريد منه فتشي يعتبرها هاي نوع من الإهانة. أبد صدقيني أنه أنا مؤمنة أنه يمكن 90% من الشعب العراقي ترى نفس الأفكار. لا تقولون أكو شهادات، مع الأسف الثقافة في مجتمعنا بنية أولت هي معدومة. إحنا دنكافح من أجل نرفع مستوى المرأة بس ترى الرجل عندنا يعني أيضا هو المفروض أكون مكافحة من أجله. فكنت أحيانا أنجبر ما أتخذ قرارات حازمة بالإدارة حتى لا زعل الناس اللي يشتغلون وياي كوني أني امرأة وما أريدهم يبتعدون عني، ما أريد يعفون الشغل وهم ناس جيدين بالشغل. فبس هذا ولد عندي نوع من السايكولوجيكال بريشر ونوع من الفتيك والمنتال إفورت اللي كنت أعاني منه معاناة شديدة ويخليني لأيام وليالي أفكر شلون أجلب هذا الشخص إلي حتى أخليه يؤمن بي ويقدر يستمر وياي لأنه ما أريد أفقده. هو إنسان شاغل وجيد بس ما أعتب عليه أنه المجتمع الجامنه هو مجتمع هيك دا يفكر بالمرأة. ف أحاول دائما أجيبهم على الشيء اللي أنا أريده. عندي بعض النصائح. أنا راح أقاطعك ظلت من الوقت يعني فقط دقيقتين بس حبيت أذكرك. نعم. بدنا أعتذر لضيق الوقت. ما يخالف. الأشياء المهمة اللي أريد أوجهها لكل امرأة أو بنية حاليا شابة وراح تدخل مضمار الحياة العملية أنه كوني واثقة من نفسك وصادقة مع نفسك. أهم شيء الثقة بالنفس وكوني واثقة أنه الله سبحانه وتعالى خلقنا على الأرض النساء وأعطانا العاطفة حتى نقدر نبني فرح للناس اللي حولنا ونداريهم بحبنا وبنفس الوقت نطاش القوة حتى تتحملين أي شيء حولك ودون أن تتكلمين. حفظي ألمك بداخلك لأنه أنت قوية وتقدرين تتحملي ولا حد تخليه يوقف في طريقك ما دام الله سبحانه وتعالى دائما معك. الشيء الثاني حبي شغلك، حبي شغلك. أبد لا تقولين هذا الشغل ما يناسبني،
حتى لو شغلك اللي انت دا تشتغلين به حاليا تحسين ما مناسب، خلقي له الجو المناسب بحيث تقومين تحبيه. أبد لا تخلقين كراهية في داخلك، حبي واشتغلي بي، وبنفس الوقت خططي حتى تتحولين على شغل آخر. أبد لا تنسين أنه أنت بنية والبنية مو مثل الولد، ولا هاي الشعارات اللي حاولت توقفك، ولكن في نفس الوقت أنه حاولي تتحركين ضمن الحدود اللي خطها إن الله سبحانه وتعالى، واللي يقول لازم تشتغلين. ودائما لا تخلين العادات والتقاليد تقول لك انت مكانك بالبيت، ماكو هيك شيء ابدا، ماكو هيك شيء. انت حاولي وسترايب وتشالنج حتى تثبتين انه بس انا ما اقول بالقوه وبالعناد ومخالفه الاهل، لا ابدا، وانما بالكفاح والجهد ومحاوله الاقناع عن طريق كسب الثقه من الاخرين. وبالنهاية أقول المرأة ما ممكن أن تنجح، خليها ببالك، لو ما أكو سبورت من الناس اللي حولها، سواء مدير عملها، سواء أهلها، خصوصا الأهل اللي هم زرعوا بيها البذرة الأولى من تفكيرها، وأكثر الناس اللي يحبوها ويسندوها، والزوج اللي هو ترى خير سند إليك. بقى أنت وقسمتك، إن شاء الله زوج صالح مثل ما أنا، الله هيئ لي هيك فرصة بحيث كنت أرجع ألقي هو معتني ببنتي وهو مرتب للبيت وبس دا يريدني أضحك وارتاح حتى باكر أقدر أتواصل بشغلي. ولهذا السبب أنا أقول أنه نصيحتي الأخيرة إذا ست رسل دا تقراها، I think أنه المين سيشن هو important also، لأنه لازم إحنا حتى تنجح المرأة نرتفع بتفكير الرجل، وتفكير الرجل ما يرتفع إذا ما نسوينا دوات ستنا مشتركة، وهو يحكي أيضا، يجوز هو أيضا عنده معاناة إحنا ما حاسيها، إحنا مهتمين بالمرأة وأفكارها وش تريد، ويجوز هو عنده بعض الأفكار اللي يقدر يساعدها بيها، ونقدر إحنا ننهض بتفكيره وهو ينهض بتفكير المرأة إلى أن نوصل وضع توازن، وكل شيء بالتوازن ممكن أن يستمر. المهم حبي شغلك وكوني واثقة من نفسك، وأبد لحد يوقفك، ولا تخلين الأفكار التعبانة تأثر عليك، ودائما فكري بعائلتك، لأنه أنت نهايتك ترى هي العائلة مالتك. ولو شغلك مهم جدا، بس مثل ما تحبين شغلك حبي عائلتك وأخلصي إلها، لأنه حتى تقدرين تستمرين وحتى يسندوك من يشوفوك ناجحة بالمجالين، ترى هم يسندوك من وحدك. وهذا كله بالحب والسلام، أبد لتستعملين أسلوب العنف، أنت امرأة والامرأة أيقونة جميلة، أبد ما أريد أحد يكسرها. شكرا جزيلا. شكرا سيد دنيا، شكرا إليك، يعني طرحتي مواضيع مختلفة واقعية نشوفها. وبس أحب أنبه يعني ضمن التيم مال Women in Energy أستاذ حسن، طبعا أشكره على ترتيب الجلسة وفتح اللايف وتعبه وياني، يعني وكذلك تصميم اللوجو مالتنا، كان المصمم يعني احد متدربي برنامج هدف. اذا يسمعني هسه شكرا إليه. فاكيد المراه والرجل يعني اثنين هم يمثلون المجتمع، واثنين يعني عايشين بهاي الحياه مشاركه ما بيننا. هسه يعني اعتذر من الحضور، راح انتقل لست نازنين. ست نازنين اذا سمعيني. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا ست. مساء الخير. مساء النور ست. اريد بالبدايه اقدم الشكر الجزيل طبعا السكشن بصرة والدكتور واثق، اللي هو من الاشخاص اللي اعتبرهم قدوه بالنسبه لي. تسمعيني ست؟ ست نسمعك جدا واضح. تمام. أنا أعرف عن نفسي، مهندسة نازنين بعنوان وظيفي رئيس مهندسين في شركة نفط الشمال. تعينت أسوي الشار للسكريماتي للسي في. ست تقدرين الشيرين أكيد. نازنين جايز. أوكي.
ماذا فتحت الصورة قدامكم السي في؟ فتحت الصورة يمين. تمام. فمثل ما قلت أنا نازلين سعيد أمين. أول ما تخرج سنة 2001 من جامعة بغداد كلية الهندسة، اتعينت وراها بسنة بشركة نفط الشمال لسوء الحظ يعني. تعينت بشركة حكومية لأن طموحي كانت أكبر من ما يعني أتعين بشركة حكومية، لأن الشركات الحكومية هي حقيقة هي مصدر لدفن المهندسين وليس أكثر. بس إحنا لأن طموحنا أكبر من هاي فما راح نتوقف عند هاي النقطة، فأكيد لازم نستمر وندور الأفضل بأي طريقة وأي سبيل كانت. فتعين بقسم الحفر، بما أنه مجتمع قسم الحفر لا يناسب المرأة أبداً. هنا الصعوبة الأولى اللي واجهتني، وبما أنه أنا أريد أبدي بداية صحيحة لمسيرتي المهنية لازم أطلع للموقع. ليش؟ لأن صحيح الدراسة والكتب والدراسة النظرية مهمة جداً وهي الأساس والقاعدة العلمية، لكن الجانب العملي هي أهم اللي تكمل المهندس بشكل كامل. فمن اقترحت على المدير قسمي بأن أطلع للموقع، طبعا لقيت رفض شديد بهالجانب لأن كوني امرأة، لأن الشركة ما تقدر توفر لي كل المستلزمات لأني امرأة، سيارة تجيبني، سيارة تأخذني، كرفانة خاصة بالموقع، من هاي الأمور يعني اللي يعتبروها هي معوقات، وماكو بنية قبلك رايحة الموقع فما حلوة بالمجتمع لأن أنت تطلعين للموقع. لكن إصراري وطموحي وأريد بنية صحيحة تجاوزت هاي الصعوبات كلها، وقدمت مقترحات للمدير بأن ما أحتاج سيارة، ما أحتاج كرفانة، ما أحتاج أي شيء، بأن أعتمد كليا على نفسي. ومن هنا بدت المشواري اللي هي على برج كابوت في حقل كركوك، ودربت وراها على رحة الباي حسن، حضرت كل العمليات الحفر الحمد لله والشكر، ما فاتتني أي عملية من عمليات التسميد، إنزال بطانة، عمليات ويل كنترول، حالفني الحظ في حقل كركوك في منطقة الترانزيشن صار عندهم كيك وحضرتها، وبقي لي الساعة 3 بالليل. طبعا أكيد أنا بهالمرحلة واجهت هواية انتقادات، واجهت هواية ملامة من قبل الكل، العنصر النسائي والعنصر الرجالي، بأني مبالغة بالموضوع، لكن ما حد كان يفتهم أني هدفي للمستقبل وليس اللحظية. ومن الأشخاص اللي كانوا ينتقدوني هو اللي هو حاليا زوجي أبو أيمن، بحيث هو بالموقع كان وياي مهندس، كان يقول لي في حالة إذا أنا أتزوج امرأة فراح أتزوج إنسانة مثلك، لأن أنت مثل ما يقولون بأسلوب أنت مسترجلة. والحاليا هو السند الأساسي إلي للعلم يعني، ورا ما تعرف علي وتعرف على طموحاتي وهدفي شنو بالحياة، فهو صار هو السند الأساسي هسه حاليا إلي. فبقيت بقسم الحفر وراها أكيد يعني كوني امرأة ما راح أستمر بالموقع وهي مجرد اطلاع وتعليم تعلم بالموقع. وراها رجعت للأوفيس، اشتغلت بالتخطيط وول ديزاينر، إعداد البرامج الحفر بالذات في حقل باي حسن وحقل عجيل وحمرين، اشتغلت سنوات عديدة منها. بمرور السنين لاحظت نفسي لأن الشركة الحكومية مستوى العلمي بها ستاتيك وليس دايناميك، فحسيت بنفسي أنا أحتاج بعد أتطور، والإطار والوضع اللي أنا بيه مغلق جداً، ما بيها مجال للتطوير أكثر من اللي أنا بيهم. فالتجأت للدراسة حقيقة، التجأت للدراسة والفرصة اللي جتني واستغليتها، الدبلوم العالي، رحت جامعة بغداد كملت الدبلوم العالي واستمرت بطموحي، وهسه حالياً أنا طالبة ماجستير في جامعة بغداد، وأطمح لأكثر من هاي إن شاء الله. ومن طلعت عندي الدراسة الماجستير ترشحت وأخذت مسؤول منصب الوحدة الحاسبة، هي وحدة إدارية جدا، رفضتها رفض قطعي لأن أنا إنسانة مهندسة
مهندسة نفط ما ممكن أكون في موقع إداري وإنما لازم أكون في موقع فني. فهي هذا الطموح اللي هي دفعتنا، وأنا أنصح أي أخت مهندسة جديدة لازم تكون عندها بداية صحيحة، وتبتعد عن الأمور اللي انتقادات المجتمع ما تتقبل من هالأمور. يعني الإنسان الناجح يخلق لنفسه البيئة الصالحة للنجاح. فنصيحتي لهم يبتعدون عن القال والقيل، يبتعدون عن ما ممكن هسه حاليا الظروف لا تسمح، يعني هاي الأمور مو صحيحة. الإنسان الناجح هو اللي يقدر يتجاوز كل هالصعوبات. شكرا لك ست نازنين، إذا أنت أكملتي أنا أحب أشكرك، يعني لأن حكيتي تجربتك من أرض الواقع. هواي من عندنا يعني عاشوا هيك تجارب، فشكرا لك. أنا طبعا أعتذر، يعني شوية حالتي الصحية مو زينة. أنا كل إحنا مقدرين يعني، بس مجرد تواجدك ويانا ويعني اهتمامك بالموضوع ست نازنين، شكرا لك. وردت بس أضيف فقرة ثانية، يعني ما أريد يعني يفوتني. بدأت المشواري أكثر عن طريق الفيس ويا دكتور واثق، يعني مثل ما قلت لك المجتمع النفط الشمال شوية مجتمع مغلق، وما حبيت أبقى بهاي الإطار. قمت يعني بالخلال الفيس لاحظت المشورات دكتور واثق والدورات الأدفانس المميزة طبعا، وبديت أتواصل وياه ورحت البصرة حضرت دورتين إلم، طورت نفسي من خلال أنا ما مشتغلة أبدا بالريزفوار وما مشتغلة في مجال البرودكشن، وما عندي معلومات غير الأساسية اللي ما أخذتها بالبكالوريوس. فمن خلال الدورات اللي الأدفانس اللي كان يقيمها دكتور واثق، فحاولت أجمع كم هائل وأطور نفسي بهاي الجانب، فأني ممنونة من عنده ولازلت مستمرة بالدورات مالته، فأعتبره هو قدوة إلي وإن شاء الله تبقى بالتواصل أكثر. شكرا لك ست نازنين. إذا ممكن تلقين الشير طبعا حضورنا، احنا طبعا نشكركم، نشكر اهتمامكم، نشكر تواجدكم اليوم ويانا. بس بالاخير احب اقولكم انه انتم اذا حابين تكونون احد يعني احد العاملين في او المتطوعين في الومن ان انرجي، سواء من الليديز الجنتلمان، حابين تكونون احد المتطوعين ويا اس بي اي بصره سكشن، نتمنى تتواصلون ويانا على الإيميل. ست حوراء الموسوي موجودة أعتقد حتى ترسين الإيميل. ست حوراء جاي تسمعيني أو لا؟ أستاذ حسن إذا أنت موجود إذا ممكن يشير الإيميل مالتنا. بالتالي إحنا من حكينا قلنا إنه هاي المنصة هي إلكم، فاللي حاب يتطوع ويانا واللي حاب يكون ضمن التيم مالتنا يتواصل ويانا على الإيميل مالتنا، وكذلك على اوكي الايميل انا كنت حاطته يم ست حوراء، بس اعتقد ست حوراء حاليا ما موجوده. ست حوراء المسوي هسه راح اشيره انا من يمي، وكذلك انه صفحتنا على لينكدين اتمنى منكم متابعتها. موجود، تمت مشاركته. اوكي تم ارساله، تمام دكتور. تقدرون ترسلون لنا CV مالتكم، وكذلك يعني شنو اقتراحاتكم، اللي حاب بس مجرد يقترح ويانا، اللي حاب يكون سبيكر بالسيشنات الجاية، اللي حاب يطرح علينا مواضيع مهمة نتطرق لها بالسيشنات الجاية، واللي حاب يكون ضمن التيم مالتنا أهلا وسهلا بكم. ومثل ما ذكرنا عملنا تطوعي. بالنهاية أحب أذكر هواي حكيتوا، يعني ذكرنا برنامج هدف بس ما وصلت الفكرة. برنامج هدف للتأهيل الوظيفي انقام بنهايات 2020، هو لتأهيل الطلاب لسوق العمل. كان هذا البرنامج من قبل مدربين ستة، بعضهم اختصاص هندسة نفط والبعض الآخر مدني وهندسة تقني، وكان برعاية SBE بصرة سكشن، وكان لهم دعم كبير جداً. قدرنا نطور الشباب وندربهم ونأهلهم على السوفت سكيلز اللي ذكرتوها، فهي هاي بصورة مختصرة. وأتمنى لكم ليلة سعيدة، إذا الدكتور أو أحد من التيم عنده أي إضافة فيقدر يتفضل.
وشكرا جزيلا لحضوركم اليوم. شكرا جزيلا لك دكتور رسول، ما قصرت، والجلسه كانت جدا مميزه والهمتنا، والحضور كانوا كلهم مميزين. شكرا على اتاحه الفرصه، ويسعدنا نكون ان شاء الله وياكم ضمن التيم، راح اقدم اول شخص ان شاء الله. شكرا لك استاذ ياسر، شكرا لك، وشكرا لكل الحضور. وشكرا دكتور واثق على هاي الفرصه، الى انه الدعوه موجوده انه، واحنا موجودين دائما باي شيء تحتاجونه ان شاء الله، اذا صار عندنا مجال وصار وقت احنا نكون سعداء ان نقدم اي شيء تردونه، موجودين احنا دائما. شكرا جزيلا وممنونين من عندكم. شكرا لكل الست هدى، وشكرا لكل السبيكر سواء الحاضرين هسه او اللي قرروا يغادرونا. انا دكتور ما عندي شيء اضيفه. حضرتك اكو فد شيء استاذ حسن، ست حوراء مالك، اذا عندكم اي اضافه تقدرون تفتحون الميكروفون، اذا ما عندكم ممكن ننهي الجلسه. استاذ حسن، استاذ حسن جاي تسمعني؟ تمام استاذ، انا ما عندي غير انه اقدم الشكر. اوكي، احنا حاليا يعني انهينا جلستنا، وشكرا لكم، تقدرون تغادرون، وليله سعيده ان شاء الله.